السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم كل خير مشاهدين الكرام وين ما كنتم. الطوفان إلى المركز الثاني بخماسية أوعدوا وأوفوا. الأحلام تواصل الطيران، فبعد الصواعق الشواهين تنضم للخاسرين. ثلاث نقاط ثمينة للرهيب من الخور اللي لعب من غير مدرب. في الوقت اللي فكرنا ان كورونا راحت، لا والله ما راحت، موجوده بيننا، ضربت ثلاثه من لعيبتنا، ثلاثه في الزعيم واحد في نادي الريان محمد جمعه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم مهرجان أهداف في ختام مباريات القسم الأول لنادي تحيل، تحديدا ثمان أهداف محصل أو مجمل الأهداف اللي صارت حصيلة الأهداف في مباراة تحيل ونادي الأهلي، خمسة تحيل وثلاثة الأهلي. بالماضية فازوا على الخور بسداسية وكسروا قاعدة الفوزين المتتاليين التي لازمتهم منذ الانطلاق وحتى الجولة العاشرة، وحتى بفوزهم الكبير كان اللغط كثيراً عريضاً تحمل أوزاره وأعباء الكلام به المدرب صبري لموشي، حين أشيع بأن علاقة الرجل مع لاعبيه ليست على وفاق، وأي وفاق بالدنيا يأتي بالمفيد، وهل هناك أجمل من هدف مفيد جميل بالدقيقة الأولى لصالح العميد. عميد العميد يفاجئ الطوفان، يفاجئ الطوفان، نعم. هذه المباراة ليس بها جس ولا حس ولا قياس نبضي وكلام الأطباء الذي لا ينفع بكرة القدم، ومع تحيل خصوصا فقد جرحوا بمستهلها بل بدقيقتها الأولى. الأهلي يلعب من دون حارس، أو إن الحارس تخلى عن اسم الحراسة. يزن لم يزن مكانه، فقلبت الأمور بأقل من عشر دقائق من فوز إلى خسارة. بعد الهدفين تهاوى الأهلي وتداعت الأنفس، وباتت صورة سباعية السد تتوارى بالأذهان، سيما وهم يخطئون بين اللحظة واللحظة. بالإثنتين الأولى كان الحارس سبباً، وبالثالثة يتحمل الدفاع الأخطاء والأوزار كاملة، والمسجل هو إدميلسون. ولا نعرف بعد هذا الأداء هل ما زال هناك من يقول بأن تحيل يعاني جهة علاقة المدرب ولاعبيه، ومن الدقيقة الأولى وحتى نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول كان تحيل متسيداً بكل شيء، حتى أعلن الحكم سعود العذبة عن طريق الفار ركلة جزاء قلص منها الأهلي النتيجة. وما إن عادوا من غرف الملابس حتى عاقبهم المعز
بهدف شكوا بأنه تسلل، لكن الفار والإعادة بيّنت بأن هداف آسيا بوضع صحيح. جميل الأهلي إنه لا يستحوذ بهذه المباراة ولا يهدد، لكنه يسجل على حين غفلة من كل اللاعبين. مهاجم يطرق على مهاجم، الله، نبيل زر في غفلة من دفاعات لدحيل يسجل لمصلحة. بعدها مباشرة وضعت تشكيلة نبوش الذي قلب الأمور بالشوط الثاني، وضعت هدف التعادل لكن الفار احتسبها مساً باليد قبل التسجيل. وما دمت قد ذكرت اليد، فإن هدف مونتاري لو كان باليد بدلاً من القدم فلا يسجل بالجمال وبهذه الطريقة، ودحيل يخرج فائزاً بالخمسة. يعني ما شاء الله اليوم نتيجة كبيرة، و 12 دقيقة جابوا أربعة، والمعز قال باقي جول وجابوا الخامس. خمسة، مبروك الفوز يا سالم. الله يبارك عمرك. مبسوط فرحان؟ الحمد لله. حد مضايقك؟ زعلان من شيء؟ لا طبعا. قول لي بس. لا ما حد. قول لي إذا حد مضايقك كلمني. لا الكل مهم، ما حد قصر صراحة. ها؟ الكل بارك لي وما حد قصر، الشباب كلهم ما قصر. ألف مبروك. الله يبارك عمرك. ألف مبروك. أنا اليوم عجبوني الأهلي بصراحة. رغم أن يلعبون قدام تحيل ونجوم وفريق ثقيل، فريق كبير تأهلون، نعم، لكن أدوا، نعم، ولعبوا، وحسيت أن فعلا عندهم الرغبة أنهم يرجعون حق المباراة، وفي أي لحظة من اللحظات كانوا بيرجعون. أوكي كانوا تحيل مسيطرين، بس الأهلي رجعوا ولكن الهدف يعني اللغة كانت 4-4 بتكون حقيقة. المباراة دسمة، نعم، ومثيرة للغاية، خاصة في تقدم الأهلي في أول دقيقتين برأسية جميلة من خلفان، والعودة السريعة لدحيل هدفين 2-1، وتقريبا يسيطرون على المباراة، ولكن الأهلي أيضا يفاجئنا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بالعودة للمباراة إذا جاز التعبير 3-2، فأصبحت الإثارة مستمرة بعد شوط جميل جدا نشاهد فيه 5 أهداف. يجي الشوط الثاني مثير جدا، ولكن أعتقد القوة الهجومية اللي تمتلكها دحيل ما يمتلكها الأهلي. نتكلم عن المعز، نتكلم عن منتاري لما دخل، نتكلم عن دودي، نتكلم عن أدميلسون، رباعي قوي جدا ومحترف على مستوى عالي، وهذا من أجمل أهداف هدف دودي. يعني إحنا 3 مباريات الآن نقول رجع لمستوى دودي اللي نعرفه واللي عرفه دحيل اللي دودو على الأساس هذا. فمباراة جميلة مثيرة، نقول حق الأهلي هارد لكم، لكن أيضا إحنا أنا أتحفظ على ناحية تحكيمية. أنا أعتقد الهدفين اللي تسجلوا للأهلي وللمعز في شك أنهم تسلل، وأيضا حتى الهدف اللي تلغى الأخير أنا هل في لمسة يد؟ أنا نبغي نشوفه أو أوضح ضربة الجزاء. إيه نعم. وبعد لكن مباراة حقيقة يعني من أجمل المباريات اللي شاهدناها. نقول حق الأهلي هارد لك ومبروك حق دحيل، ومبارك لهم كثير عودتهم، وعودتهم تثري الدوري، وهم على شكل ما قال أخوي سالم الحلقة السابقة أنهم عندهم مرحلة مقبلة مهمة جدا وهو كأس العالم للأندية، فعودتهم مهمة وهذه بشائر عودتهم إن شاء الله. أتمنى أن يعني يستكملون نواقص، نواقص محترفين. نتكلم عن المساكني، عن بن عطية، عن رامين، اليوم 3 محترفين ما يلعبوا، بن عطية لعب آخر 3 دقائق، فيجب أن يعالج موضوع المحترفين دحيل عشان يرجع دحيل كما عرفنا في السابق. مبروك أخوي سالم، مبروك دحيل، وهارد لك للأهلي. مبروك خالد لدحيل، هارد لك للأهلي. مباراة حلوة، يعني أنا أتصور دائما الجمهور يستمتع بمثل هذه المباريات، مباريات فيها خاصة المباراة اللي فيها أهداف، مباراة فيها حوالي 5-3 يعني 8 أهداف استمتعنا فيها من الفريقين.
أنا أتصور أنه مدرب الأهلي يعني أخطأ في بداية الشوط الأول، فأنت تلعب أمام فريق متكامل، فريق عنده قوة احتياط قوية. عملية التباعد بين الخطوط وعدم إغلاق الأطراف هي عملت ربكة لدفاع الأهلي وتسببت في تسجيل عدد من الأهداف. تدارك الوضع في الشوط الثاني، لكن قوة الاحتياط فريق دحيل هي دائما لها الكلمة يعني الأخيرة في حسم المباراة. شلون عبد الله تباعد الخطوط يعني؟ ها؟ يعني هو بدأ بتباعد الخطوط المدرب، في يعني تباعد خطوط حتى الأطراف. يعني أنت إذا بتلاحظ دحيل كل كرة يعني كل كرة خطرة من الأطراف، خاصة من ناحية دودو كانت تتشكل خطورة، أيضا من جهة أدملسون الاختراق من الوسط والأطراف ومثلت مشكلة، ذلك بسبب التباعد بينهم. أيضا يعني حتى الحارس ما كان في يعني كامل التركيز. عموما كانت مباراة حلوة أعتقد، لكن في الأخير دحيل قدر يحسم المباراة بقوة احتياطه. يستاهلون دحيل وهارد لك يا فريق الأهلي. مبروك لدحيل، فوز مستحق، وهارد لك للأهلي. الأهلي كانت عندهم الرغبة واضح من البداية أنهم يطلعون بصورة جيدة ويأخذون الثلاث نقاط، والدليل تسجيلهم للهدف بدري في أول الشوط الأول. ولكن الأهلي مثل ما يقول يبي يكحلها وعماها، يبون يعاقبون الحارس اللي في المباراة السابقة، واللاعب والحارس يزن صار له فترة طويلة ما لعب، ويلعب مباراة مثل هذه المباراة، فأكيد أنها بتكون فيها أخطاء يعني طبعا صارت ويتحملها الدفاع والحارس. في المقام في نفس المقام أيضا المدرب الأهلي ما تعامل مع المباراة بالشكل الصحيح. يعني كانت المباراة مفتوحة في الدفاع، كانت طبعا فريق الدحيل أفضل من فنيا من الأهلي، ولكن المدرب ربما الجول الأول اللي جابه توقع أنه ممكن أنه يستقل اندفاع اللاعبين الأهلي، وممكن الأهلي الدحيل يتراجعون. فكانت هناك أخطاء كثيرة في نص الملعب في الأهلي، أخطاء كثيرة في المدافعين. فأنا أتصور أيضا مثل ما قال الأخ عبد الله أن المدرب ما تعامل مع المباراة. كيف المدرب يا أخوان؟ خطأين من الحارس، والهدف الاخير اللي جاء في الدقيقه الاخيره لو سمحت، مباراه صعبه عيون. والهدف الاخير جه خلاص المباراه انفتحت، الاهلي خلاص انتهت. لا احنا ما نتكلم عن الاجوال، خطأين لو النتيجه الحين يمكن تعادل ولا محمد على اساس تكون المدرب لا 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 كان متحفظ الاهلي، السيطره كانت من الاهلي. احنا ما نتكلم عن الاهداف، احنا نتكلم عن المباراه بشكل عام 90 دقيقه. كانت في فرص كثيره للدحيل. الدحيل افضل يا الربع، ما في شك، لكن لو كان هناك دفاع محكم وايضا في تكتل يصيب تشارلي هاي ومحمد النعمي غايب واستبدل محمد النعمي غايب اصلا وغايب حتى قبل الاصابه ما عليه، لكن في ما تلوم المدرب في اخي، لا لا لوم المدرب لما يفتح المباراه. المباراه كانت مفتوحه، المباراه مفتوحه وكانت في اخطاء كثيره في وسط الملعب بالنسبه للاهلي. شكل ما جاء في تقرير البرنامج ان الحارس اليوم يتحمل مسؤوليه، وفعلا يتحمل مسؤوليه هدفين، والدحيل كان والدحيل كان افضل وهجومه قوي. ما في شك، نعم. ما في شك من الدحيل مثل 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 وجوده مثل عدمه يعني ما في المباراة. شك من الدحيل افضل المدرب. يعني انا اقارنها بمباراه الخور لعب 90 دقيقه مسكر ورا الملعب، ثمان لعيبه تسع لعيبه في ملعبهم. مع من؟ الخور مع الريان. فاستحواذ الريان كان 70% 71% 72، لكن شنو النتيجه؟ 1-0 في الاخير، هدف واحد قدروا يسجلونه. لكن بالنسبة للأهلي فتح مساحات سوء حالة الريان مثل لا لأنه ما عندهم هجوم. أيوة. في هجوم، فأنا أقصد أن الدحيل أفضل فنيا وعندهم لاعبين يقدرون يسجلون في أي وقت، ولكن في المقابل الدفاع الأهلي كان مفتوح وكان فيه تباعد بين الوسط حضر السلام. طيب أول شيء مبارك لجماهير الدحيل واللاعبين الدحيل، مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، الفوز الثالث على التوالي بعد يعني احنا كنا بدايه الموسم مباراه نفوز مباراه نخسر، اليوم المباراه هذه فيها فوائد كثيره. صحيح عندنا بعض المشاكل الدفاعيه والاهلي قدموا مباراه جيده، لكن المباراه هذه فيها فوائد كثيره. المعز موجود وسجل، ادمرسن سجل واحتفل، احمد ياسر المباراه الثانيه على التوالي سجل،
اللاعبين بشكل عام كانوا في التركيز. صحيح بعض الأخطاء الدفاعية أثرت علينا، لكن احنا كان أهم نقطة عندنا احنا نفوز حق الفوز في هالتوقيت، ويكون ثالث فوز على التوالي يكون دافع للفريق في الأيام الجاية. فأنا أشوف أن المباراة اليوم بالنسبة للدحيل راح يكون لها تأثير كبير إيجابي للفترة القادمة بإذن الله. عبد العزيز. هلا هلا أبو جاسم. نمسي على الشباب اللي بالمجلس. خالد مسي عليك. خالد أول شيء مبارك للدحيل ومبارك حق سالم. قول سالم يعني اليوم حتى اللاعبين اليوم شفنا الابتسامة على وجوههم كلهم، يعني تقريبا اللي سجل هدف نشوفها ابتسامته غير عن المباراة السابقة. إن شاء الله إن شاء الله الأمور كلها زينة. هدا لك هذا سالم 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 تعليمات تعليمات لازم هاي تعليمات سالم الظاهر لهم ولا نغطي على كل شيء يا عبد العزيز. أنت شوف الهدف الخامس، الهدف الخامس كيف احتفلوا بتشوف انهم هذا اللي هذا سالم اللي ودنا يعني نشوف اللي سجل يفرح. بس احنا اكدنا لكم الامور طيبه الحمد لله رب العالمين والاجواء لا 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 ايجابيه. لا عفوا مسعود ليش ما تقول يا سالم هاي نتيجه النقد البناء ذاك الاسبوع يختلف على الاسبوع هذا يا سالم. شوف شوف الاحتفال شوف الاحتفال هذا الهدف الخامس. انا الحين طبعا انا اقول لك يعني ايه الفرحه عمت على دحيل لاعبينهم كلهم الحمد لله ان شاء الله كانت يعني يعني معنوياتهم مرتفعة عقب الفوز الأسبوع اللي فات. أنا أقول خالد اليوم الأهلي قدم مستوى ممتاز على الغيابات اللي موجودة، يعني صراحة يعني الفريق اللي يقيب منه أربع لاعبين مميزين أو يعتمد عليهم الفريق من بداية الدوري، خاصة الظهير الأيمن جاسم محمد محمد النعيمي والنعيمي ظهير أيسر اليوم حتى شاني يعني اليوم حتى إصابته بالدقيقة 20 يعني حتى يوم كان يمكن 3-1 بس أثر على الفريق يعني كخط دفاعي الحارس حارس المرمى يشوف أي كرة. أنا أبي خالد يعني اللعبة كل هدف الرابع حق المعز يمكن قابل الواحد يشوف، لازم يشوف كريم مضيف وين كان شلون استلم الكرة وشلون راح فتح لخانة واستلم ولعبها حق إسماعيل جهة اليمين. هذه كانت أهم 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 مرحلة في هذا الوقت. صحيح. شلون يسجل منها الهدف. صحيح. يا ليت خالد نشوف بس كريم بضيب الهدف الرابع وهي بالتمريرات اللي موجودة. صراحة يعني هذه كان كريم بضيف له دور في وسط الملعب اليوم وهي ويا لويز مارتن بالقوة بالتلاحم بالتواجد، وهذا يعني يمكن لويز من زمان ما شفناه بهذا المستوى. صحيح. وعلى هالقوة هذه واللي قاعد يقدم مستوى خلال الجولات يمكن لا شوف خالد شلون لا رد على عبد الله رد شوية بس عشان بس شلون راح يعني غير أخذ له مساحة يعني شلون استلم الكرة ولا ما يتسجل منها هدف لو ما كريم وصل. يعني شوف الآن خالد أهلي شباب شوف دودو يعني الحين هذا دودو الحين شلون اخذ له مساحه كريم بضيف وراح اعطاها اسماعيل ولعبها المعتز. عاد يمكن ماجد يقول هذا اوفسايد مو اوفسايد ما ادري، بس اللعبه الصراحه ككل يعني لعبه اداء مميز من زمان ما شفنا دحيل في هالطريق في هذه الصوره، وما شفنا لاعبين الوسط في هذه الصوره يعني خاصه كريم ولويز. يعني نقول مبروك صراحه لدحيل وهارد لك للأهلي. أنا الأهلي يحتاج لاعب مهاجم كنت تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، والفريق الصراحة اليوم أنا عجبني يعني عنده الرغبة موجودة وقاعد يعني أنت اليوم حتى يعني لاعب ويا دحيل وأنت كأنك بتسجل هدف يعني مخلي حتى الأمور اللي بالخلف يعني مساحات موجودة. يعني أنا يمكن اتفق ويا الاخوان يمكن ابو محمد وابو جاسم يعني انه يعني المفروض يتعامل وياها المدرب معامله غير عن اللي تعاملها بالبدايه. نعم شكرا نقول مبروك على دحيل ونقول هارد لك لله. خالد اي تفضل بجيك عبد الله تفضل. شوف في تغيير في المباراه ومباراه جميله والناس تتكلم عنها لان فيها اهداف وايد، لكن ايضا الاهداف اللي تدش في المرمى هذه مؤشر خطير دفاع. يعني ما لما الدحيل حاليا يفوز بخمسه وفي وعليه ثلاثه
هذه مؤشر كبير أن خط الدفاع يكون ضعيف أو في خلل فني في الفريق. يا جماعة الأهداف أسباب، لها أعداد، وعدد الأهداف صار كبير. يعني يجب يعني في هذه النتائج ما كانت تحصل حق تحيل في السابق يعني. لا لا كنا لا لا كنا يمكن بهذه الطريقة، لا بهالطريقة كنا ثلاثة وخمسة ما يصير محمد يعني. خيرونا شوف معناته أنا ما عندي مشكلة نسجل خمسة وتعي ثلاثة بكل مباراة، ما أهم شيء نسجل. زين أنا الحين لو أسألك أقول لك شو رأيك في دفاعك، شو تقول أبو محمد؟ هو الفريق كان مندفع، شيء طبيعي بيكون في مساحات وبيكون في أخطاء. صحيح إن الأخطاء مش مقبولة، وصحيح الأخطاء مفروض تصليحها، بس شيء طبيعي جدا. الفريق كان مندفع، يعني الأهداف في هدف صنع إسماعيل ظهير يمين، وفي هدف صنع سلطان ظهير يسار، كان كل مندفع. حتى الاندفاع في الكرة الله يسلمك له حسبة معينة، والأهداف أصلا يعني مش ممكن. في هدف من ضربة جزاء، الثلاث أهداف في مباراة كرة القدم نتيجة كبيرة يا أخي. بس تحصل في كرة القدم، تكررت يا ناصر، تحصل إذا تكررت، إذا تكررت كل مباراة تسجل اثنين وثلاث واثنين وثلاثة نقول لا في مشكلة عندهم، لكن في من خمس مباريات مباراة واحدة يصير عليهم. محمد أنا قصدي يعني أن اللي حاصل حق دحيل حاليا أنه هو جاي أصلا من تعثر، اليوم لعب مباراة جيدة، لا ما تعثر، خمبرة فاز، خمبرتين فايز هو. ما تعثر في المستوى اي بش محمد يعني دحيل الحين لما احنا نتناقش عن دحيل، ها دحيل مختلف تماما عن المواسم السابقة. لما الحين تشوف ثلاث اهداف في مرمى دحيل، ها ايضا شيء غريب، دحيل بكرة بيلعب في الأسيوية صحيح، اي بس المهاجمين يختلفون. احنا الفتره الجايه بسام راجع بقوه، المدافعين ما يلعبون اليوم، ثلاث مدافعين ما يلعبون، ما زال نسبه الاهداف بشكل معقول يعني بنسبه 1.5 في كل مباراه من 11 مباراه، يعني نسبه تناسب. حتى في غياب في الدفاع كثير عنده عليه 15 هدف. طيب شيباني ايش تبي تقول؟ تفضل. اول شيء طبعا راح نبارك لدحيل ونقول هارد لك للاهلي، بس يا خالد لو احنا نتكلم اليوم خلينا نتكلم اول شيء عن النادي الاهلي. النادي الأهلي في آخر الأربع مباريات هاي تقريباً والخمس مباريات 4-4-4-7، يعني هذا مؤشر خطير في فريق كان في الجولات الأربع ولا الخمس متصدر الدوري. فإحنا نتكلم لما نتكلم فنياً، ما يجوز أنا اليوم كفريق لما يكون فريقي مكتمل ألعب بطريقة معينة، وإذا فريقي ناقص والعناصر مش متوفرة بالشكل الصحيح ألعب بنفس الأسلوب ومع فرق أدري أن عندها لاعبين أفضل مني. فيعني أنا أقول الجهاز الفني في نادي الأهلي لابد أن تراجع الحسابات بالشكل الصحيح. اليوم أنت عندك لاعبين غايبين، والفرق هذه اللي تلعب معها يعني عندهم لاعبين مميزين خاصة في الناحية الهجومية، واليوم اللي شفناه من دحيل، يعني اليوم لو دحيل ياب 7-8 مو بغريب يا خالد، لأن في كثير من الفرص ضاعت. ولكن في الجانب الآخر نتكلم عن دحيل، لا والله يعني إنه يدخل فيك ثلاثة أهداف وكان بالإمكان يدخل فيك أكثر من ثلاثة أهداف، فهذا شيء مش مقبول من دحيل. وأنا حتى لما أتكلم اليوم، حتى لو نقول اليوم مثلا بن عطية خالد بيروح، بس لا زال معاي في الفريق، فليش انا ما العبه يا خلان؟ حتى معلق المباراه من اول الدقائق يقول دكه الاهلي ما عنده عناصر. نعم نعم، كم مره يعيدها ويكرر؟ نعم نعم، دخل نعم. افضل واحد في الدكه اللي هو الولد اللي دخل بدال الاسرائيلي. هذا اللي نقوله ابو محمد، ما هو اذا ما عنده ابو محمد، اذا ما عندك اذا ما عندك العب على امكانياتك وطريقه. لا لا لا، هذه الطريقه ابدا ما تناسب امكانياتك. هذا اليوم الاهلي اليوم لو اي فريق يلعب معاه بيعطي 3-4، ما يجوز. فريق كان متصدر الدوري في اول خمس جولات يا الربع. حسب ادواتك يا عبد الله، امكانياتك حسب ادواتك. اي لا لا، لكن هو ما لعب على امكانياته، لان لا 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 ما لعب على امكانيات. انا بقول لك بس عندنا لا، لا انا بقول لك ليش امكانيات اليوم الارجواني مش موجود، عنده لاعبين بالدفاع من التعورين، والاسترالي يصيب الرابع من ثلاثه قايبين ما عنده ابو محمد زينين لعبوا اساسيين بعد وين يجيب احتياطات؟ اتراجع والعب على المعقول، تراجع افتح اللعب. لا لا فاتح اللعب، لا تراجع، لا 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 زين. اذا تراجع سجل فتحيل ثلاثه،
لا لا تراجع تراجع لا لا شوف احنا نقول المباراه حلاوتها اعطونا احصائيات سالم سالم يعني المباراه حلاوتها في الاهداف يعني ولا كمستوى عام مباراه متوسطه والفريقين لازم يرجعون حساباتهم في الناحيه الدفاعيه ممكن احصائيات المباراه ابو جاسم ترى الاهلي كان متراجع كان الدحيل مستحوذ مستحوذ لان ولعب الاهلي على امكانياته لا لا ما لعب على امكانياته لعب على امكانياته يدخلون فيها خمسة اهداف الشكل 68 طيب يعطيكم العافية المباراة من طرف واحد مفتوحة دقيقة ناخذ الحالات التحكيمية شباب دقيقة 46 سالم تفضل أنا أشك في ضربة جزاء بلنتي للأهلي أشك ما فيها ضربة جزاء ما يحسبها يعني هي بلنتي للأهلي قصدك ما فيها شيء ما فيها شيء عبد الله الشيباني خالد شوف هذه ولعبة المعز أنا إذا حسبت هذه كحكم ها هذه هو حسبها فلعبة المعز لا بد اني احسبها شكرا لك شو يقول عبد الله جاسم لا فيها شوف رجل شو اسمها محمد موسى اليسار في رجل المهاجم اليمين يعني ضربه من الخلف بلنتي صحيح ضربه جزاء بلنتي ناصر الهيثمي ضربه جزاء على وين حاله ناصر وين حاله وش هي شوف ضربه جزاء على وش عرقله عرقله لا عرغلة. ترى العلم هو ما حسب على العرغلة لا لا في التماس حسب على دفع اليد في التماس وين العرغلة الحين هذه 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 ما في عقل هذه مش عرغلة ما صاده شلون ما صاده ما صاده لا صاده الله يهديك لا لا صاده صاده شوف صاده شوف ريله ما توصل ضربة جزاء ما توصل عطنا اياها من الامام صاده هذه شوف الان شوف شوف رجل اليسار الحين هذه هذه شوف الان الدفع محمد موسى باليد الاخير اليسار شوف دفع محمد موسى الان ناصر 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 هذي يقول ناصر انا اقول ضربه جزاء بلنتي شو يقول علي النعيمي شكرا ضربه جزاء بلنتي شو يقول مايد انا بس اقول ضربه جزاء على دفع اليد شو يقول عبد العزيز العنبري ضربه جزاء خالد برجل محمد موسى اليسار برجل محمد موسى اليسار طيب شكرا لكم شو يقول يا سالم الحين شو يقول انا سالم انا اقول ما في هذا بجزاء ما في شيء طيب نروح للحاله اللي بعدها خلنا نتعلم من محمد شوي فايز الحين ما عندك مشكله خلاص لا قول وش طلعت مالت المعز يا سالم انا اشوف انها ما تعلم تعلم وشو تعلم شيء قدامك ما تقول اتعلم منه طيب يا سمحتوا شباب واضحه عبد الله جاسم رجان ما تقدروا لو سمحتوا شباب الدقيقه كم ذي 66 او 67 سالم وش فيها يا رجل انا بالخط ابو جاسم عشان اتاكد أنا أوفسايد يعني سالم يقول إنها أوفسايد لا ما قلت ها أبي الخط طال عمرك على الخط أبي الخط بتأكد تبي الخط أوكي شو يقول عبد الله الشيباني والله الخط كذي تبين أوفسايد شو يقول عبد الله جاسم أنا أقول اللايمن يعني 100% اليوم اللي قدر يحتسب هذه قبل الفار ما مميز اللايمن طالب مرمى ناصر ناصر الهيثمي شو يقول أعتقد أوفسايد ما فيها شيء أنا أقول أوفسايد شو يقول علي ما دام اللايمن طالب انا معه مايد من افضل حكم انا قلت لك في ساعه في التحليل قلت لك انا شاك انها تسلل اوكي والحين ما زلت على انها تسلل تسلل يعني لا يعني هي بسيطه شعره هي بسعود صعبه شوي صعبه هي صعبه صعبه هدف خالد هدف صحيح اذا هذا الهدف صحيح الحكم صراحه ابدع انا لو مو عبد طالب باللايمن ممكن اقول فيها شك اقول لك اذا هذا الهدف صحيح اقول لك الحكم ابدا يستحق الثناء صراحه انت تقصدني اشوف الخط لو سمحتوا شباب يا شباب مغطي معاهني شوف في تسلل الذراع هو اللي في تسلل اليد ما تنحسب الكتف فوق لا ما اتوقع اسماعيل هو اللي مغطي الكتف فوق لا الكتف لا بس ما بادي الطريقه ما تبين يعني والله صعبه صعبه دقيقه طيب. جدا فاقرب للهدف نحولها لكن طالب سالم احنا نحييه بصراحه على هاللقطه طالب سالم نحييه نعم نعم استاذ طيب نعم برافو الحاله الاخيره من اللي طالبها عبد الله جاسم تفضل اكيد ضد الحين الهدف اكيد الهدف الملغي خالد انا ابغى اعرف بس الـ 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 الفار أيه؟ شلون حكم على اللعبه اذا مش واضحه يعني لو جبت يعني من 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 جهه الشرق ترى منك ما في كاميرا شوف اوكي جات هنا من 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 جنوب ومن شمال من غرب الكاميرا
فما تبين اذا كانت بالفعل جات في يده ولا في صدره. اوكي انت شو تقول؟ انا اقول مش واضحه، مش واضحه يعني، بس انا بعرف شلون الحكم. انت 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 ايش تحكم؟ انت تقول جول ولا مش جول؟ انا اقول مش واضحه. شوف لان يده مثنيه حتى بعيده، يد اليسار مثنيه على على طيب. على كتف احمد ياسر. ما يدخل ضيفي جول ولا مو بجول، لكنها لمست يد خالد. شو يقول علي؟ انا عندي انه ما فيها شيء، ما فيها شيء. ناصر الهتمي لمست يد، لمست يد. سالم لمست يد واضحه، لمست يد واضحه. الشيباني عبد الله شوف انه فيها لمس، لمست يد. شنو نزل هاي؟ ظهر 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 اللاعب، شدره شلون نزلت؟ في ظهر اللاعب. ايش ما طلبت حتى لو صادته في اليد في ظهر اللاعب. العنبري شباب شباب لو سمحتوا، انا عندي برنامج الحكم بس اخذ اراءكم السريعه اساس نمشي الحلقه لو سمحتوا. لا التوضيح حطين هدف معزول. بسعود هلا حبيبي. تفضل. خالد لا لمست يد يعني، لا لمست يد. اوكي يعني لمست يد. بعد في شيء ثاني يعني الاقرب هدف الاقرب المعز. الاقرب المعز. اعطوني هدف المعز. نفس الحاله بتصير نفس حاله زهر بالضبط، دقيقه جدا شعره بينهم. هاي جول دي جول المعز اللي يقول عنها الرابع هذا. ايوه هذه حاله صعبه، حاله صعبه وشكل حاله صعبه. اي نعم. طيب شو يقول سالم؟ لا نبي خطكم احنا يفصل فيها. لا نبي اول شيء ما يا خالد ما يا الخط. انا اقول اقرب للجول صحيح. عبد الله الشيباني خلينا نشوف خالد ابشر. شو يقول عبد الله جاسم؟ والله انا دام من احتسبها اقول ممكن هدف ولا كذي تبين. اوكي صعب. شو يقول شو يقول عبد الله جاسم؟ والله صعبه خالد. اوكي ما اقدر احكم لين اشوف الخط في هذه. شو يقول ناصر؟ هدف. شو يقول علي؟ هي اللعبة صعبة صح، ولكن أتصور أنها صحيح هدف. مايد ذكرني. إلا إذا قدم لاعب الأهلي متقدم إحنا ما نشوفه الآن، ولا في هذه الحالة حقيقة إذا ما تأكد من قدم لاعب الأهلي فالكرة تسلل. العنبري. شوف. أروح ويا ماجد. صورة واقفة ها. الرجل خالد الرجل نادي. شوف قصة. لاعب الأهلي متقدم شوية. أعطوني الخط، أعطوني الخط. شوف الخط الرجل عدل رجل الاهلي. والله الحكام مميزين والله اثنين الحكام اثنين يشكرون على قدم الاهلي متقدم. نعم من هو دائما ما انت والله بس الحكام مبروك. اثنين متميزين صراحه. تحيل فازوا بالخمسه وهي مناسبه بعد ان لعيبه تحيل يروحون عرس اخوهم سلطان ان شاء الله البريك اللي راح يتزوج ان شاء الله يوم الثلاثاء تاريخ 29 ديسمبر. يتشرف أخوي حسين بن محمد بن حسين آل بريك بدعوتكم لحضور حفل زواج ولده سلطان، وذلك سلطان اللي هو نجم نادي تحيل. الكل معزوم. الكل معزوم. بن مبارك. استاهل بن مبارك. وذلك بمشيئة الله تعالى بعد صلاة العصر من مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر بجانب بنك قطر الوطني الوكرة. مبروك يا سلطان. وتصور يعني نتيجة اليوم تخليكم يعني تفرحون اكثر يعني. متالق اليوم بعد يعني. وهو متالق اكيد. نعم. حطوا اجازه عاد ان شاء الله مرتبين احنا مرتبين. فاصل نتواصل. قبل كل شيء ودي أتحمد بالسلامة لسعادة الشيخ خليفة بن حسن العبد الرحمن الثاني رئيس نادي الوكرة والرئيس السابق لاتحادنا الإلكتروني لكرة القدم. نقول لك يا أبو حمد الحمد لله على السلامة، أجر عافية وسوى عملية والحمد لله أنه طيب وبخير إن شاء الله، وراح يرجع من لندن خلال الفترة القادمة إن شاء الله خلال الأيام الجاية. طهور إن شاء الله.
ما تشوف شر ان شاء الله. هدي وعافيه. ما تشوف شر ان شاء الله. ما يشوف شر ابو حمد. انت في عهده تم اجبارك على الاستقاله صح؟ ذيك الفتره. ولا شكرا. حتى انا خالد جبروني على الاستقاله. انت بعد في عهد الشيخ خليفه ها؟ فرحان ها؟ قاعد تطلع المذكور انت الحين. زين. عموما. يعني هو اللي جبركم على الاستقاله؟ والله الشوق بعد وياه مو بس هو لحاله. العربي للاسبوع الثاني على التوالي يفوز، العربي في اخر خمس مباريات هو انا اشوفه من افضل الفرق اللي قاعد تلعب كوره، بغض النظر انه يخسر، لكن يلعب مباراه كبيره. ففي تحسن في الاداء، في رغبه، تحس انه في عمل، في حماس قاعد يصير في هذا الفريق، وان كان هذا الحماس موجود من قبل، لكن انا اشوف اليوم بشكل اكبر. ما بقي في الأذهان من الجولة الماضية دونا عن كل الفرق هي أهداف العرب الثلاث وأبرزها الأخير الذي تخطى القطري ليكون بصمة عالمية، والند هو السيلية، به بعض الأسماء البارزة المحلية والعربية وحتى الأجنبية، لكن أبسط متابع وأقلهم خبرة بكرة القدم يقرأ بأن العربي بعد كأس الأمير ليس هو العربي ما قبل ذلك النهائي، روح وقتال وهجوم منذ البداية على عكس الجولات العشر الماضيات، وكأنها الخسارة التي نفعت أكبر من الفوز، والفوز بكل تأكيد مبتغى الطرفين والسيلية. يبدأ مشروع الخروج من اللقاء هذا بعد الدقيقة العشرين عبر تحرك البرازيلي تياغو، ضف لها إزعاج العراقي ميمي للدفاع العربي وخطف بعض الكرات منهم، لكن الحسم وكلام الجد جاءنا من الإيراني مهرداد محمد. ختموا الأول متقدمين وبدأوا الثاني ضاغطين مستغلين تعليمات الطرابلسي للاعبيه بالاندفاع نحو إدراك التعادل، تاركين وراءهم فراغات وثغرات لم يحسن الأحمر المرور منها نحو الهدف الثاني. واللقاء يبرد كبرد الطقس بالدوحة بهذه الأيام، حتى أشعله أرون ونذير بالحاج وتدخل المنهالي الذي رآه عبد الرحمن الجاسم يستحق البطاقة الصفراء الثانية، وما تلاها الحمراء التي أعطت اللقاء صبغة الخشونة في غنى عنها كلا الطرفين وبأي فريق وبكل مكان وزمان، والمباراة تنتهي على هذه النتيجة وهذا التوتر. مبروك ناصر عبد الله جاسم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مرتاحين من ادائكم والفوز ثاني مباراه التوالي فوز؟ مرتاحين على النتيجه. الحمد لله مرتاحين على ثلاث نقاط جديده، يعني هذه مهمه الحين بالنسبه حق العربي خلال ذي الفتره، تجميع عدد من النقاط على اساس ما يدخل في حسابات معقده بعدين. نعم عبد الله مبروك العربي، جماهير، إدارة، لاعبين. أنا أيد كلامك يا خالد بالنسبة حق مستوى العربي، بدءا يعني كان في تحسن ملحوظ بدءا من مباراة الريان اللي تعادلنا معاهم، ومن ثم تحيل حتى اللي خسرنا فيها مع تحيل، وأيضا مباراتنا في كأس سمو الأمير مع السد، وخذنا نتيجة الخرطيات واليوم السيلية. أنا أيد كلام أخوي ناصر أن النتيجة أهم حاجة، على أساس أن كنا يعني تحت ضغط، لكن العربي الآن يا خالد أنا أبقى يعني أوجه كلامي للإدارة للجهاز الفني، العربي لحد الآن بشكل عام هو مقنع يعني كمستوى، لكن في خط الهجوم ما زلنا سيئين، يعني إذا نفوز يعني بمجهود فردي، يعني مش يعني بهدف يعني او هجمات تكتيكيه ملعوبه او حاجه، مجهود فردي من اي لاعب ممكن ننهي المباراه،
وهذا الشيء اللي ينقص العربي، اللي ينقص العربي اليوم صانع الألعاب، اللاعب اللي له تأثير اليوم بوجود سيبستيان. أنا مش محتاج حق الاثنين، مع احترامي اللاعب الإيرانيين مهرداد وترابي، ما زال مجهودهم يعني ضئيل ولا يتناسب مع حاجة العربي. بالنسبة حق المحترفين، العربي اليوم محتاج للاعب مؤثر، لما ينزل الملعب له تأثير، لما يغيب عن الملعب لا تأثير. أما لاعب يعني مستوى أقل من مستوى المواطن، أنا اليوم عندي محمد صلاح يلعب أساسي أفضل من أي لاعب من الاثنين. فيعني يعني أبسط الأمور أن يعني أن اليوم أنا أحتاج أول حاجة أشيل واحد منهم وأجيب لي صانع ألعاب، هذه بداية. ثانيا لابد أن يكون عندي رأس حربة مؤثر. فيا إدارة النادي تحركوا، إذا تمينا على هالوضع بنقعد إحنا يعني انصارع من أجل يعني السادس السابع التاسع. عبد الله تتكلم عن يناير إن شاء الله، يعني خلاص الآن يستعدون لها، يعني خلصنا إحنا القسم الأول، يناير الآن أول مباراة في 2-2 2-1 يا أبو جاسم غير من هم. شوف في خط الدفاع أنا محتاج الإيرانيين توهم جدد، ما يهمني أنا جديد ولا غيره، أنا أتكلم عن حاجة الفريق وشي. الآن في خط الدفاع أنا محتاج حق إيش اسمه أيوب عزي. أوكي. أرون صح الأسباني أنا محتاج له، يعني أنا أتكلم عن أقل الخسائر وفي المراكز اللي بالفعل أحتاجها. أنا هالاثنين مش محتاج لهم، أحتاج اللي صانع الآن ورأس حربة. إذا لعب إذا محتاج مش محتاجهم من؟ مهرداد وترابي الاثنين. إذا الإدارة سعت الآن بوضع خطة تصاعدية بالنسبة حق الفريق راح تنجح. احنا الآن بنينا فريق من المواطنين، الآن عليكم أنتوا يعني بتنقيح وتنقية اللاعبين الأجانب. إذا الأجنبي اللاعب المحترف ما يخدمني، ما في داعي حق وجوده يعني. بس أبو جاسم أيوب عزي سجل على حساب رأس حربة، معليش لا تدري ليش؟ ليش أيوب عزي سجلناه؟ لأن جاسم جابر بيروح من عندنا من بداية واحد لغاية نهاية الدوري، عندهم البطولة الأسيوية. نعم. بالنسبة حق تصفيات الشباب. نعم. وبالتالي بفقده. فأعتقد أن الإدارة والجهاز الفني نجح في استقطاب قلب الدفاع آخر، لأن في غياب جاسم جابر راح تأثر. الآن أنا عندي المشكلة قدام، أنا لو غيرت في الاثنين هذيل راح الفريق يكون شكله غير، وراح المستوى إن شاء الله يتغير. مبروك للعربي، هارد لك للسهلية. بشكل عام العربي على مدار المباراة يستحق 3 نقاط، يستحق الفوز. بالنسبة للسهلية نفس الكلام اللي قلناه من قبل، ما زال يتأثر بغيابات بعض اللاعبين، مجدي صديق مصاب، علي جاسم مصاب، عادل بدر راجع من إصابة، وسيرجن أصيب أثناء المباراة واستبدل. فالسهلية يعاني على دكة البدلاء، يعني ما عنده البدلاء، نفس الأهلي نفس بعض الأندية، دائما البديل ما يكون في مستوى اللاعب الأساسي. هارد لك السهلية، أتمنى أنهم يعدلون وضعهم، يعدلون أوراقهم. يناير جاي، فازوا السهلية ترى فاز على غرافة، فاز على الدحيل، وخسر في المقابل من فرق مع احترام شديد أقل منهم، مع احترام شديد يعني خسر من المرة الماضية، خسر من حتى من الوكرة خسر. نعم، خسر من كذا نادي، وتعادل مع مصلال، وفاز على غرافة، وفاز على الدحيل، يعني من أصعب الفرق. يعني معناته السهلية قادر ينهي أدي المستوى المطلوب، وقادر يحقق النتائج المرجوة. بس دائما غياب لاعب أو لاعبين دائما يأثر فيهم، بحكم إن الأساسيين مش في مستوى اللعيبه الاحتياطيين. فاتمنى البدلاء مش اي البدلاء طبعا مش تدري ايش مشكله السهليه يا سالم؟ مشكله السهليه في خط المحترفين الثلاثه الامامي، هو مش محتاج للثلاثه. انا اتصور ان تياغو وميمي يلعبون في نفس المركز، عدا حمودان مركزه يحتاجون له بالفعل، ممكن يعدلون، لكن واحد من الاثنين هذا يعني انا اتصور، وهذا شيء راجع الجهاز الفني، يفترض انه ما يجيبون اثنين في نفس المركز، فهم محتاجين بالفعل يكون واحد وراء المهاجمين. هم بجاسم هم بداية الموسم اختاروا هاللاعبين كان بناء على معطيات معينة، يعني كان بإمكان في لاعبين مواطنين يجونهم في مراكز في الارتكاز في غلب الدفاع، للأسف ما اتفقوا معاهم أو ما صار في اتفاق، فصار التأثير بهالجزئية هذه. فأتوقع إن شهر واحد إن السهلية راح يعدل بعض الأوراق اللي راح إن شاء الله ترجع للمستوى المأمول إن شاء الله، للفوز بالمباريات بإذن الله. مسعود تفضل. خالد مبارك طبعا العربي على النتيجة، و3 نقاط مهمة، نقول هارد لك السهلية. السهلية خالد
يعني شفنا احنا مر يعني فوز على دحيل 2-1 وخسارته من قطر 3-1 وتعادل مع مصلال. الفريق خالد يمر في مرحلة أنا من وجهة نظري ما في تعاون، وقلناها ما بين تياغو ما بين مهند وما بين حمودان ما في تعاون بينهم. يعني كل واحد إذا حصل له كرة مخطط 18 على طول يبي يسدد أي يعني أي شيء، ويمكن شفناها بجولات كثيرة صراحة. وأنا يمكن كلامنا وجهناه حق حتى سامي الطرابلسي المدرب إنه يكون يعني لهم جلسة يكون لهم زين. ما عليه في غيابات موجودة، يعني الغيابات عادل أحمد ويا مجدي ويا عبد القادر هذول مؤثر يأثر على الفريق صراحة. بس خالد لازم المدرب أو ولا أخونا أبو سعيد إنه يجلس ويا اللاعبين وخليهم يتعاونون داخل الملعب. هذا أنا اللي قاعد أشوفه خلال الفترة الماضية كلها. أما العربي أنا أتفق ويا أبو جاسم خالد، لازم يصير في لاعبين الصراحة، يبي لك مهاجم، يبي لك لاعب طرف جيد. يعني ترابي لحد الآن أنا ما اقتنعت فيه، ولا مهرداد، حتى مهرداد ما يعني مو مقنع للنادي العربي الآن. يعني يبي لك لاعبين على مميزين، وشفنا يعني نادي قطر صراحة يبي لاعبين مميزين، وشفناه قاعد الآن قاعد يقدم شخصيته كفريق. يعني أنا أفوز 1-0 ومثل أضيع في فرص تضيع. يعني اليوم الأنصاري خالد عبد العزيز من أفضل اللاعبين اللي قاعد يلعب في النادي العربي. يعني اليوم يمكن ضيع فرصتين أو 3 فرص، واحدة بالرأس واحدة من أمام المرمى، وقاعد يتحرك صح وسريع. يعني يحتاج لك مهاجم ويحتاج لك صانع العاب. سلامتك. طيب حالات المباراة. لحظة لو سمحت، أنا ممكن بس نبارك للعربي ونقول هارد لك للسلية. يعني إحنا دائما نقعد هني وكل واحد يتكلم يتمنى إنه يشوف فريقه عنده أفضل لعيبة. يعني أنا برد على الأخ عبد الله، وأيضا بالنسبة لنا إحنا قلنا أو أنا شخصيا كنت تكلمت فترة من الفترات عن تغيير اللاعبين. يعني الآن الأندية مرتبطة من بداية الموسم بميزانيات معينة، وكل نادي عنده ميزانيته وعلى ضوءها يقدر يجيب اللاعبين اللي هو يشوف إنهم هم ممكن يقدمون له الإضافة. إذا الإدارات ما اختارت اللاعبين الجيدين، أنا أعتقد يجب أنها تتحمل مسؤوليتها، لأن اللاعب الموجود الآن اللي إحنا نطالب سواء في الريان أو في العربي أو بعض الأندية اللي نقول والله نبغي نغير لاعبين. طبعا احنا نتمنى، احنا قاعدين هنا ونتمنى نشوف افضل اللاعبين في 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 فرقنا، ولكن هناك فيه امور تحكم المساله. اللاعب اللي بينها عقده يجب انك تعطيه فلوسه، اللاعب اللي بتعاقد معاه لازم تعطيه ايضا مبلغ وقدره، فالانديه ما عندها القدره انها هي تدفع هذه المبالغ اذا ما كان فيه تدخلات رسمية للأندية أو أن أحد يزيد من الميزانية، ما راح يقدرون يسوون شيء. فالإدارات يجب أنها تتحمل مسؤوليتها، وهذا على أخطائهم اللي هم اختاروا هاللاعبين، هم يجب أن يتحملون مسؤولية اختياراتهم. يعني العربي تحديدا الآن لسوقه مبلغ كبير جدا اللي بيدفع له، لأن نص موسم وموسم بالملايين، ها نتكلم باليورو، واذا بيشيل 9 مليون يورو الحرباوي بعد، واذا بيشيل عبد الله يقول بعد ترابي ومهرداد لا وحرباوي شلو وموسم كامل، هاي بعد كم؟ بعد بالملايين. والحرباوي اوريدي يدفعوا له 2 مليون وبيجيبون بعد لعيبه بعد بالمبلغ وحكايه صحيح. فالعربي ايش بيوصل الان؟ عربي يبي على الاقل يكون في المنطقه الدافئه. يعني هم جابوا الان، يعني راح كنجي الايراني وجابوا بداله اللاعب عزي هذا، وقرار سليم موفق، وجابوه بسرعه قبل كاس الامير وسد الخانه بدل كنجي اللي راح الإيراني. فما يقدر العربي بعد يعني يصرف ويصرف ويصرف. العربي هل الآن يبغى يعني إذا قاعد ينافس ولا عند الأسيوية ممكن يعدل فريقه، لكن الآن إذا بيكون في يعني بين السادس والثامن وكذا، العربي قاعد بمجموعة الآن يقدر، يعني شوف ما تقول تحسن الآن مستوى يقدر. أو التغييرات تكون داخلية صعبة، يعني أو التغييرات تكون داخلية. مثلا لاعب يبي لك 10 مليون يورو على الأقل، تدفع اول شيء 5 يورو 6 5 6 يورو، وبعدين تدفع 4 يورو حق اللي بيجي. ارد على كلامك مايد، تفضل.
انا عارف انه يعني مثل ما قال لا 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 بس دقيقه عفوا هذا موضوع ممكن يجي بعدين ارجوكم انا عندي مباراه طيب عجزينكم الدقيقه 64 عبد الله السيطري تفضل درجة جاسم خالد هني المنها لا تضايق ترى بنجي حق موضوع لا 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 ما هو ضايق انا بس بمشي المباراه لو لا موضوع طويل يعني هذا الموضوع أوكي. شائك شوف هني المنهالي يستحق كرت اصفر اذا مش احمر كان بإمكان الحكم يعجل في طرد المنهالي قبل 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 يعني خلال هاللعبة المنهالي انطرد عقب يعني في انطرد كرت أصفر ثم إيه ففي هل في الدقيقة 64 المفروض المنهالي ينطرد لأنه كان عنده كرت أصفر طيب فالحكم تغاضى عن إعطاء الكرت الأصفر هنا ممتاز شو يقول عبد الله الشيباني أحمر ولا أصفر هني أصفر أصفر شو يقول سالم توصل أصفر أي هني أنا أصفر. أتكلم إنه ما أعطاه هني كرت طيب. بس أنا عندي سؤال عبد الله بس هل هو طلب اللقطات للفريقين طلبت السيليه ولا العربي ولا بس لا انت تطلب حق السيليه ما انت تطلب حق السيليه اوكي لا انت انت طلبت اللي على دحيل طلبت الاقطات اللي على دحيل ما شفت شيء شلون ما شفت انت على دحيل ما شفت واللي حطيناهم احنا على دحيل شلون ما شفت لقطات الاوفسايد ابو جاسم الشباب كلهم موجودين يا اكثر شخص لا لا معلش يا لقطات تحكيميه من كل فرق انت يا سالم يا سالم معلش ليش شدك لا لا هو بيطلب حق الفريقه يعني هني السيليه حق فريقه بالنسبة أنا طب أنا أنت تابع السيلية أطلب حق السيلية أخشمي إن شاء الله أبشر يزعلك أنت محسوب على السيلية محسوب على الكل على الكل تشرف لا الكل سالم يا أخي ما فيها نعم حتى العربي لا لأن لأن كل مرة يمثل السيلية فهو شرف يعني إيه بس خالد أنت كل مرة تقول الجماعة فوق في تقول شو تقول الكنترول ما عندهم شيء الكنترول يا سالم ولا حق ناس وناس لا 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 عفوا عفوا انت لو جات كنت لو جات ما عندهم لقطات لا لا انا عيسى دم يتفرج على طلب درس هذا متفرجين ويطلعون بس يوم مشغولين مع واحد مع العربي واحد يعني حق ناس وناس بالعربي الكنترول شغال معلش اني ما تبعت مباراه كنت لا انا انا ممكن اعيدك مثلا لو قلت والله في فاول على العربي هاي بلنتي ولا لا انا بقول لك لا بلنتي صحيح عادي اذا صح يا كنترول يا كنترول انصف الجميع يا كنترول كنترول لا في شيء انا اظلم الجميع يا عبد الله انا اللقطه هاي خالد اللي طلبتها طيب. انا اقول ان عليه كرت اصفر عليه هو عمل فاول بدون كرت اوكي كمل تصويتنا يعني يوم عمل الفاول كان عليه كرت كان عليه زين ناصر شو يقول اصفر اصفر علي اي نعم دخول بتهور تهور مايد كان عليه اصفر قبل الحرق عليه اي عليه اصفر لا هي ياخذ عليه اصفر اصفر نعم بسعود توصل اصفر نعم اصفر خالد اصفر اي بس اليوم انطرد هو نعم من هالي وكان متنرفز نعم و اكثر من حاله حق من هالي واضح ان اللاعب ينطرد وانطرد في النهايه وهذا شيء مش مقبول يا ابو جاسم هذا طبعا مش مقبول من لاعب صغير انه هو مش طرف يعني نعم يعني هو ثاني كرت احمر اخذ في كاس يريد وايضا كاس كرت احمر هني اخذ احمر لا ما فيه شيء هالي هي تمت على ذي اصبر شوي ما عليه بس الحركه هذه انا اشوف ما فيها اي شيء هذه لو ما اعطى مساحه صح على الضربه المساحيه اما هذه ما فيها شيء شوف وين حاط يده شوف وين حاط يده عبد الله حاط يدي اوكي حاط يده هالشكل حاط يده حاط يده ذاك طاح على وجهه انه طايح من فوق جبل ايا كان يعني احنا ما نتكلم عن مبالغه لاعب العربي ما نتكلم عن مبالغه الطيحه احنا نتكلم عن الحركه اللي سواها يستحق طيب حركه وانا معاك انا معاك وهو يستحق انذار ايضا ايضا ارون يستحق انذار في هذه على دفعه حق عبد الله انا معاك في الحركه الاوليه يستحق فيها اكثر من هذه حتى طيب ايضا ارون يستحق انذار في هذه على دخلته على نذير بس يا شباب عشان حاله حاله الان من هالي يستحق الطرد ولا لا في هذه اللقطه الثانيه عبد الله الشيباني انا في هاللقطه لا في ذيك لا. ممكن انذار معلش ولا تغيير الاصفر ها هذه ايه؟ لا لا هاي ما في سالم انا اقول لان الاصفر في طرد بعد كرت احمر ما ترتغي الاصفر ما في داعي ناصر احمر من غير منافسه اليد هني حطها بالعومه شنو ازيد في النقطه يا جماعه علي يعني ما يصير يستحق الكرت يستحقه يستحقه مايد كلهم من ذرات خالد ارون ونذير ومن هالي بسعود الباقيين ما كرت اصفر خالد عبد الله كرت اصفر لا لا اصفر ما اعطى بلاعيمه اصفر اوكي يعني. وش بعد عندنا فريق الاعداد فريق الاعداد مطلع حلقه نشوفها
قلت لهم راحوا دوروا لكم طلبنا منهم ما قصر شك انه بلنتي ما قصر ابو عيسى لا علي عيسى هني ما له حس اليوم ما حد اليوم علي عيسى هاي عبد الله بدر طلع لك اياها الحين يلا ولا ايمن اسماعيل اسماعيل يلا اسماعيل عندكم اسماعيل لا اي ولا اسماعيل 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 الشرشيني بعد يمكن ها شباب مايد بلنتي ولا مش بلنتي للسرية لا لا بالغ فيها بالغ فيها علي كيف بالغ فيها ناصر ما فيها شيء عبد الله جاسم مثلا انا اشوف يستحق كرت اصفر الشيبان اسال السؤال الصح دفعه ولا ما دفعه ادفعه ولا ما دفعه ادفعه ولا ما دفعه عبد الله ادفعه بلنتي بلنتي في دفع عبد الله في دفع الله سؤال واضح دفعه ولا ما دفعه بس زين انتظر الجواب لا يلا لا تقول لي عبد الله لا انتظر الجواب ما يصير الكلام قول كلام سيدي انا يعني في دفع ولا لا لا عبب اسمعني عاد خلني اشرح لك مثل ما تتكلم انت يلا لا عبب قوتك مجرد محط اصابعي عليك الطين الله اكبر الحين الحين يوم حاط يده على وجهه قلت زنطة وسوى فيه والحين ما فيه شيء يا ربع انصفوا انصفوا انتم لعبتوا كورة انصفوا يا ربع يا اخي لا لا ما في دفع لا 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 السؤال في دفع ولا لا في دفع ودفع واضح شيء صح يسوى ترى تياغو هو من بدأ بمسك عبد الله معرفي ترى قبل لا يجي الكورة والكورة استلمها الحارس قبل الدفع حتى إذا في دفع بس احنا نتكلم عن آخر لقطة عيد اللعبه وشوف تياغو تعلق في عبد الله معرفي وعبد الله معرفي حط يده عليه والحارس استلم الكره حتى قبل الدفع لا لا شوف دفع عبد الله شوف في دفع اول ودفع ثاني يا رجل شو سوى كنا طب عبد العزيز العنبري شو تقول دفع فيها دفع مسعود والله ضربه جزاء بطير هذه اوه ومحمد ما فيها دفع هذه بغض النظر ضربه جزاء دفع هذا فيها دفع خلط طريقه فيها, فيها دفع بس ما توصل البلنتي شلون يعني يدفعها وما ترقع على اي اساس لاعب رايح شوف اللاعب يسوي فيها عفوا 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 عبد يا بخرج عيد لنا اللعبه شوف لنا حتى فاول عليه واستحق كرت اصفر خله كمل على كرت اصفر يا عبد الله يا استاذنا يا مخرج انا ما قلت راي عبد الله عبد الله انا اقول ضربه جزاء لحظه شوي شوف لنا اللقطة شوف لنا اللقطة اللي حط تياغو يده على ويح عبد الله معرفي ما لا شوف هاي لعبة ثانية خلنا كنا في اللعبة هذه الأخيرة أول يلا توكل هذا أوكي شوفها مرة ثانية أنا أقول فيها دفع فيها ضربة جزاء طيب شكرا لكم شو هي هالحالة نفس وقف لنا اللعبة على وجهها هني في نفس اللعبة إيه لا في لمس يعني دفاع بس ما ترتقي ضربة جزاء شوف والدفع ابو محمد في شيء شوف الحين شوف يده وين يده وين هذا شوف يده هذا تلاحم مع بعض تلاحم في الوجه ما يخص الوجه تلاحمين مع بعض لان قبل عبد الله دافع قبل عبد الله القانون ما في شيء اسمه تلاحم في الوجه كرت اصفر متعمد غير متعمد كرت اصفر انتهى الموضوع شوف 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 هني اعطاك اياها كي تعجبني يا عبد الله وشوف قبلها بعد جبتها صح هني شوف شوف قبلها الدفع بعد ما يخص قبل بعد قبلها في دفع إيه عبد الله دافع قبل هذه الله يرحم والديك عبد الله عاد لا تشبص خليك لا تشبص يعني برايك لا لا قول كلام الصح لا طلع الخطا عليك لا الدفع اللي قبل هذه في دفع قبل هذه شو اسمه خذ راي الفار لا لا خذ راي الفار مبلا خذ راي الفار فيها طيب لو في شيء كان قالوا له وقف لان عقب ما لعبت جات هجمة سيدة لنا العربي ومشى اللعب يعني راح شاف الفار؟ لا ما, لا ما راح شاف ما فيها شيء ما فيها دفع ما كان فيها دفع الحكم قال لقوم ما فيها شيء شباب ها؟ الحكم قال لقوم ايه نقلنا رأينا طيب بس المفروض الحكم ما يصير فيها أصلا ممكن يكون فيها بلنتي أصلا بعدين لا لا فيها ترى صارت من قبل عبد الرحمن جاسم قال اللاعب قوم بعد دقيقة رجع الفار حسب بلنتي. المباراة فيها كثير من الأخطاء هذه أنت تدري هل لو جات جول يعيدها فاول على تياغو عشان حط يده على وجه عبد الله تحكيمية وتغاضى عن الحكم بعد تغاضى عن الحكم هذا كلام صحيح أنا أقول لك صح. هل الحكم لا 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 ما أقول الحكم لا ولكن تمر عليه مر على الحكم عطنا الدقائق عاد أنا ما أحسب الدقائق لأن مش الوكر اللي يلعب الله يرضى عليه
لكن اكو بسعود متابع وقال الكلام صحيح وفعلا ترى مش شرط الوتر عبد الله يلعب عشان تطلب لقطات. احنا نشوف نطلب لقطات من مباريات اخرى. احنا مش موجود يعني انت تتكلم على الوكره وانا اتكلم على العربي في لقطات. لا لان ادري ادري يا عبد الله العربي ما يحتاج اطلب له لان انت خالد يقول لك ثلاث لقطات انت تجيب لنا تسع لقطات عادي والفريق الثاني يجيب له ست سبع لقطات يا عبد الله اذا بنحط اللقطات وانا بحط بيروح البرنامج بس لقطات ابد من اليوم لولويه لك يا عبد الله معليش يعني خلنا عن المزح اذا عندك لقطه صريحه حطها اما بتعلق كذي للتعليق هذا ما يجوز الكلام. اقول لك اذا تبغي اقول لك ارجع للمباراه وشوفه بس شوفه من غير ما يعني تشوفه من غير تعصب تعصب. يلا يعطيكم العافيه ناخذ فاصل ونتواصل وياك. الريان والفوز الأول مع رولان بلان. الريان يفوز على الخور ويفوز على مهاجمه يوهان بولي. نعم هو عنوان هذا اللقاء الذي كان به يوهان بطلا لكل شيء وبالطرفين وليس بالرهيب لوحده. فإذا ما أهدر الريان كان الخور بمأمن وظل اسمه الفرسان وحرب الرؤوس الأولى انتهت ودرجة الدكتوراه بالإضاعة تبدأ من الفرنسي حين تلكأ بابا جبريل ورأس الحربة يخطئ بإصابة الشباك ولعل كلمة الإهدار لا تأتي من الأقدام لوحدها بل رأس بولي لا ترى الشباك أمامه. ماذا تحمل في طيارتها يوهان بولي لكن الكرة ضاعت إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية. انتهى الأول ورجل المباراة في التسجيل وفي الإضاعة يتمكن أخيراً من هز شباك الخور الذين لعبوا اللقاء بمساعد المدرب بعدما أقيل الفرنسي فيردريك هانز. غاب منذ الجولة السادسة آخر أهدافه لكن بهذه الرأس التي ترتقي عالياً للطبع الرهيب في المقدمة للطبع الريان في المقدمة هدف يوقف الريانيين يصفق للريانيين وهدف في المقابل يوقف حارس المرمى الذي لم يتمكن من أن يحرك ساكن. وإذا ما حسبنا عدد الأهداف بعد بصمة يوهان بولي فإن النتيجة كانت ستكون كبيرة واسعة وبها من الأهداف ما يحكى صناعة وبراعة خصوصا وإن لك لاعبا كياسين إبراهيمي يضعك أمام الشباك بلمح البصر وخذوا هذا الانفراد الذي قرر يوهان أن يهدره على مرتين وليس لواحدة. لكن الله على لمسة ذهب يا ياسين إبراهيمي لمسة ذهب يا إبراهيمي لكن بابا جبريل. أهلا بكم مشاهدي الكرام مبروك. الله يبارك فيك. الخور هارد لك يعني الخور لربما يعاني شوي ولكن يعني يلعب بدون مدرب وقد تكون هناك بعض الأمور اللي إن شاء الله تعالج في القريب العاجل. مبسوطين من الأداء؟ طبعا الحمد لله على الفوز. نقول حق أخواننا في الخور الله يعطيكم العافية وهارد لكم وما قصرتوا. احنا ندري بالظروف اللي انتم تعيشون فيها ولكن إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. الريان اليوم لعب المباراة وكان يبي يغير صورته وهي ثاني مباراة للمدرب الجديد ولعب نفس التشكيلة تقريبا من المباريات السابقة. توفقوا في كرة واحدة الخور لعبوا بشكل دفاع مكثف في 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 منطقتهم. كان الاستحواذ للريان
طول المباراة. فطبعا احنا كنا نتمنى ان احنا نشوف اداء افضل ونشوف مستوى افضل وايضا نتيجة اكبر، ولكن في النهاية اهم شيء 3 نقاط، الحمد لله على 3 نقاط. ونقول ان شاء الله القادم افضل ايضا للريان. العنبري مبروك بسعود. يبارك فيك خالد. طبعا مبارك للريان عقب 4 جولات يعني تفوز اليوم، يعني عقب التعادلات وخسارتك من السد اليوم تفوز 3 نقاط، وهذه المهم والأهم يعني خاصة في هذا الوقت. يعني شفنا الريان الحقيقة يعني مو قاعد يؤدي أداء جيد خلال الفترة الماضية، اليوم 3 نقاط هذه مهمة. يعني احنا شفنا يمكن يوهان بولي يضيع فرص خالد، يعني مو من هالمباريات، مو هذه الجولة، يعني الجولات اللي مضت كلها في فرص تضيع، يعني كرات سهلة، يعني هذا يعني أي لاعب يقدر يسجلها، يعني بانفراد بالهيد بتسديدة وايد أشياء الحقيقة، يعني قاعد يعني يخسر الفريق في هذا الوقت. يعني يمكن أنا إحنا كمشاهدين وكجمهور محللين نطالب تغييره، بس شو المشكلة داخل الريان وشنو التوفير المادة أو هذا شيء ثاني خالد، بس حنا كناس نتكلم نقول لابد إنه يكون فيها تغيير. طبعاً أنا أتفق ويا أخوي علينا، يعني الخور لا حول ولا قوة بدون مدرب الفريق الحقيقة، حتى محترفينه مو المحترفين اللي المميزين، يعني إن شاء الله نشوف إن شاء الله الفترة الجاية وخاصة بمقلد يعني من الناس اللي عنده فكر رياضي. يعني اتمنى ان شاء الله يصير اختيار، يعني يمكن يوم في وقت مشكلتهم انه يوم في وقت مشكله فيها وقت محدد، يعني اليوم عندك يناير تقدر تغير، يعني اذا هو مجهز. هذا احنا كمشاهدين خالد ومحللين نتكلم شو اللي توفر الماده اللي موجوده. هذا الشيء راجع طبعا كبارات النادي اللي موجودين سواء عربي ريان الخور الانديه اللي تحتاج تغيير بعض اللاعب. خالد مبروك للريان. ايه مبروك للريان، هارد لك للخور. الريان كان الافضل سيطره وانتشار وفرص، الخور طبعا ما بين، يمكن بين فيهم اللاعب اليوناني جانيس، لعب مباراه حلوه ومباراه كبيره، يعني حتى تلاعب بدفاع الريان. الريان بالفعل لحد الان يعني يفتقد لخدمات شجاع زاده، اللاعب الإيراني لعب معاه أعتقد أول مباراة أو ثنتين، لاعب ممتاز ولا تأثير. خالد اليوم إذا بنتكلم عن الريان شوي، الريان مدرب جديد، يعني لابد أن اللاعبين أيضا يساعدون المدرب في الفترة هذه. وفي الدوري القطري الآن في دوري النجوم أي مدرب راح يجي راح يعاني من عملية الارتقاء بالفريق بصورة سريعة. ليش؟ لأن ما في راحة. شوف الآن إحنا انتهينا القسم من القسم الأول، على طول حندخل القسم الثاني، ما في راحة. يعني تاريخ 2-1 مباراة بداية القسم الثاني، فإذا الفريق نفسه واللاعبين ما يتساعدون مع المدرب بشكل مطلوب وتنفيذ كل 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 فكرة وخطته في الملعب، فبالتالي أي فريق راح يعاني. يعني المباراة يعني هو أخذ المهم في المباراة 3 نقاط، لعب قدام السد مباراة كبيرة وخسر فيها، والآن لعب وخذ 3 نقاط. أنا أتصور مباراة عن مباراة راح نشوف فريق الريان في تحسن وبشكل أفضل. الخور مثل ما قالوا الأخوان ما زال يعاني، مع أنه عنده يمكن يعني إحنا ما نقدر نحكم حتى على محترفينا، فمحترفينا يعني بعد يعني اللي نسمع إحنا في عندهم بعض الأمور اللي ما نقدر نتكلم فيها، لكن ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق وتنحل المشاكل ويطلع الخور مثل ما عهدنا. ما شاء الله عليك، شفت مباراه العربي وشفت مباراه الريان في نفس الوقت؟ طبعا متابع والله. اليوم تكنولوجيا اخوي عبد الله، نعم. حط لك تلفزيونين 3 ما عندك مشكله وتفرج خذ راحتك. خالد احنا نقول مبروك للريان. قلنا الرادو انت لازلت بالرادو يعني. خالد احنا نقول مبروك للريان، استحق الفوز اليوم، كان الافضل على مدار المباراه، فوز جاء في وقته، مدرب جديد. بالنسبة للخور مثل ما قالوا الأخوان عنده مشاكل كثيرة ويعاني وبدون مدرب، بس الجميع واثق وعنده الثقة في الإدارة الموجودة، من عندهم من الخبرات الكافية أنهم إن شاء الله يحلون المشاكل وينتشلون الفريق بإذن الله.
للقسم الثاني بيكون افضل باذن الله. مبروك للريان وهارد لك الخور. شكرا لكم. ترى الخور النقاط بالنسبه للخور ينطبق ايضا على الاخرطيه، ترى مش بعيدين عن اللي قدامهم، كلها ثلاث واربع نقاط سهل تعويضها يعني، ويدخلون في 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 يعني في مرحله التنافس، والتنافس اللي يعني تبعدهم عن الهبوط. صحيح. فالاخرطيات والخور ما زالوا يعني الان يعني، بس اخرطيات محمد قاعد يلعب الان يتوترون، بامكانهم يلحقون مصلال، بامكانهم يلحقون الوكره، بامكانهم يلحقون العربي، يعني عندهم عندهم مجال. بس في ميزه بخرطيات محمد قاعد يلعب كوره السادس نعم الاسيليه، نعم حتى الاسيليه نعم. ف احنا نقول حق الريان مبروك وهاردك للخور، يعني رغم الظروف اليوم اللي دخلوه بها المباراه بدون مدرب وتبديل مدرب قبلها بليلتين، فيعني 1-0 ايضا يعني نتيجه قياسا على المعطيات جيده في في حساب ان المنافس هو الريان اللي تطلع ايضا في في المربع. الريان حقيقه ما قدم مباراه فنيه كبيره يعني، حتى الان حتى الان ريان يفقد الشخصيه الفنيه حتى الان، فاحنا ننتظر الان مع لوران بلان ان بصمته تبين في المباريات القادمه، يعني بعد رابع خامس مباراه مستوى يبين عشان نعرف احنا اسلوب لعبه وخطه لعبه وتشكيلته. فبلان حتى الان يعني يعني ما 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 بصمته بتبين في المباريات الجايه، نقدر نقول عنه مدرب صح للريان او لا، لكن هو كقيمه اكيد انه يعني متأملين منه خير. اتمنى له التوفيق ان شاء الله. خالد مبارك للريان ونقول هارد لك للخور. ما فيما يخص خالد، طبعا احنا بكره اخر جوله في القسم الاول، فيما يخص يعني استعدادات الفرق للقسم الثاني ولا تصليح الوضع، اكيد انه راح يكون صعب الوضع على الفرق. اول شيء خالد اكثر اللاعبين عندهم عقود، ماديا مشكله، الـ 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 الكورونا مشكله، اللاعبين الحين في الوقت هذا ما راح تحصل، يعني ما راح تحصل حتى لو انت رحت يعني وبحثت على لاعب، ما راح تحصل لاعب اللي ممكن يفيدك الكثير، لان اللاعبين المميزين كلهم مقعين مع انديتهم يعني، مستحيل تحصله في هذا الوقت. فبعض الانديه إذا مثلا ما له حاجة في لاعب معين وشاف في أحد الأندية القطرية عنده لاعب وناويين يستغنون عنه، أنا أشوف أنه تاخذ من الأندية القطرية بعض اللاعبين أو تسوي تبادل، ممكن أنا أشوف صحيح. الوضع هذا بيكون زين للفرق بعض. طيب لقطات تحكيمية عندي واحدة بس صح؟ ترى جاسم شوف هذه خالد دقيقة 74 هجمة للخور، أعطونا إياها نشوف من قريب، يعني اشتباه في في تلامس بالرجل تحت في ركل. أوكي. الرجل اليمين جات على رجل الجانيس اليمين أعتقد، يعني من الخلف. أوكي. هل في كاميرا من الخلف؟ لو في كاميرا خلف تكون واضحة. أنا أشوف خالد ما فيها شيء. ما فيها شيء. شو يقول سالم؟ والله أبو جاسم مش واضحة، حتى رجل اليمين مش واضحة أبدا في اللقطة، شوف مش واضحة. وترى سقط منه. لو في لو في لو في كاميرا من خلف المرمى ممكن تكون واضحة. ناصر؟ عادية. عادي اي تمثيل هذه. عبد الله جاسم والله خالد انا طلبتها لانها مش واضحه ولحد الان مش واضحه عندي، فما اقدر احكم عليها. يعني ما بتمثيل ما تشوف تمثيلا؟ ما اقدر احكم عليها انا. يعني شو يقول شو يقول مايد؟ ما في شيء خالد من هالزاويه ما تبين. شو يقول علي؟ والله انا استغرب عبد الله. اي انت دائما تستغرب يعني احنا ما عبد الله لا يعني من ساعه قال تمثيل هذه ما فيها تمثيل. تستغرب لا تستغرب يعني تستغرب اذا جات عليك. لا لا انا اقصد احنا نطلب اللي لك بعد لازم نطلب اللي عليك. انا لا ممكن احنا نتكلم اذا كانت ضربه جزاء احتسبت وهي انا ما قلت ضربه جزاء اولا خليني بقول لك لا لا اشتباه ومش واضح. بقول لك احنا لو ضربه جزاء واحتسبت وهي مو ضربه جزاء ممكن نطرحها ونتناقش فيها، لكن لعبه عاديه جدا وما احتسبت اصلا
وما فيها شيء. لا لا تستصغرها تقول لعبة. لا يعني عادية. عادية جدا. اللاعب قاطع الكرة رجله على الكرة وذاك مثل فيها أصلا ساقط قبل. أنا عشان كذي ما حكم. وبعدين مو بأي سقوط في 18 ضربة جزاء. يعني احنا يجب ان احنا نختار اللقطات اللي تفيدنا وتفيد المشاهد. ما يعطيكم العافيه. الفاصل الاخير. رابطة اللاعبين الإلكترونيين 20 اختاروا تشكيلة اللعيبة عندها موسم 19 موسم 19 و 2020. مايد خلينا نشوفه. هذا معك عقب خلنا أقول رأي بعد إذنك. فهد يونس. أيوة. بيدرو خوخي أحمد ياسر وعبد الكريم حسن. هذا الخط الدفاع. الوسط عبد العزيز حاتم وكريم بضيف وفرانكو. وعندك إبراهيمي وأكرم عفيف وبغداد بنجاح. هاي 4-3-3 باقي واحد. طيب لا خلاص تسمع. آسف والحارس. أنا آسف. 4-3-3 أقول رأي أبو جاسم بعد. 5 من السد، 3 من الريان، 2 من التحيل، 4 من الريان، 4 من الريان، 4 من الريان، وأربع وخمسة من السد، واثنين من التحيل، واثنين من التحيل. عبد الله الشيباني، ما تحس إن فيها جحاف حق باقي الأندية ولا؟ لا ما تكلم عن الأندية، جحاف حق بعض اللاعبين. بعض اللاعبين. لاعبين خالد مسوين لك شغل في الدوري. الكلام هو حاط لي بعض اللاعبين. هذا على الموسم الماضي ترى. لا شباب. اللي يدحل بطل الدوري. الماضي ولا اللي قبله؟ على الموسم اللي يدحل فيه بطل الدوري. صحيح. والريان الثاني والسد الثالث. صحيح. 5 من الفريق المركز الثالث. الحين احنا نلعب 19 20. سالم. سالم مايد علي لو سمحتوا كل واحد بيجيه الدور وبكل واحد رايه. ولو سمحت عندي دقيقة شو تقول يا عبد الله؟ 2021 لا أنا أشوف خالد أنه كان هذه التشكيلة حق موسم 2019-2020 صحيح مش 2020-2021 نعم شو يقول عبد الله؟ لا خالد أنا أشوف في بعض اللاعبين كانوا يستحقون ما انضموا ما انضموا. سالم وجاسم بالمنطق بطل الدوري منه لاعبين المركز الثاني منه 4 أحمد ياسر العام ما لعب إلا 10 مباريات عشان ينحط في التشكيلة. دقيقة أبو محمد بس خلنا أقول رأيي اول شيء احمد ياسر من اللاعبين المميزين اللي يستاهلون كل خير معلش ومتالق بس خليني اقول لك رايي كامل بطل الدوري من اللاعبين المركز الثاني منه 4 المركز الثالث منه 5 هذا كلام مش منطقي تظلمون اللاعبين تظلمون الانديه وتظلمون اللاعبين المجتهدين طول الموسم اللاعبين اللي حقق الدوري اللي حقق الدوري منهم اللاعبين فقط أوكي. اي منطق يعني مش لا ابدا مش منطقي ناصر مش منطقيه ناصر الدحيل مظلوم فيها حرام اصلا والله حرام بطل الدوري من اللاعبين باي منطق ناصر على فكره بطل الدوري مو معناته انه لازم 9 ولا 10 لا لا ما نبي 9 ولا 10 في البطولات تصير ابو محمد احنا لو نجيب تشكيلتهم حق الخمس مواسم الاخيره كل سنه بطل الدوري ياخذون منه 20 الا هالسنه بطل الدوري الحين ياخذون منه 2 باي منطق السد الموسم الماضي ما كان بالمستوى المطلوب والدفاع للمعلوميه بس اقوى دفاع الريان مركادو كان من افضل اللاعبين في الموسم الماضي كان المفروض يكون موجود مركادو لاعب الريان وافضل لاعب على الطرف الايمن كان لاعب يخدوه وسلطان بريك كظهير يسار في الموسم الماضي صنع اكثر من تقريبا 7 اهداف 8 اهداف ورامين احسن لاعب كان العام ايش تبي سالم يعني تبيهم كلهم لا ما يا ابو محمد ما يصير الله يحفظك يحطون الافضل اثنين بطل الدوري اثنين باي منطق باي منطق لا طيب. يا اخي انا بقول لك وجهه نظر من غير اسماء ها انا بقول لك يوجد لاعبين المفروض ينحطون عبد المنسم مش موجود لكن ما بشرط لا تحسب اللاعب على حسب ترتيب النادي احسب على ايش ها على ايش لا على لا لا لا, 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 لا سالم يعني الحين يعني نتكلم عن رامين كان افضل من افضل اللاعبين وينافس على ممكن كظهير يمين ممكن افضل من بدر ما هو شو اقول لك انا هذه اللي احنا نقول طيب. حاطين فرانكو يا شباب انتوا فرانكو يا شباب إيه؟ فرانكو كان افضل من ما دبوا لو سمحت الموسم سالم شكرا شو يقول ناصر انا قلت رايي خالد شكرا خالد لك خالد ما بشرط العدد يعني انت مقتنع من او ترتيب النادي لا لا التشكيله الزينه لون يقصد لك التشكيله الزينه لا واضع التشكيله اللي شفتها من الرابطه يكونوا موجودين ولا لا خل عنك انا اعتقد في بعض اللاعبين المفروض يضافون الى هذه عبد الله جاسم لا انا مش
يعني ما توفقوا في التشكيله بشكل عام. ليش؟ في 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 لعيبه بالفعل يستحقون، مثلا يعني على سبيل المثال كان افضل لاعب وعلى ضوء اخذوه دحيل رامين كظهير ايمن، الظهير الايسر عبد الكريم ما ادى بشكل جيد. نعم. وغاب عن كثير من المباريات. احمد ياسر ايضا غاب عن كثير من المباريات، ما كان يستحق يعني مع احترامي له، يعني كانوا بعض اللاعبين يستحقون التواجد بدل هاللاعبين، لكن بالنسبه حق المقدمه بالفعل يستحقون. انا اتصور لاعب الغرافه الظهير الايسر همام يعني ادى بشكل جيد. لا السنه هذه تالق اكثر من العام كان جيد أكثر. العام حتى العام يا لا العام سلطان كان متميز. طيب. سلطان ايضا جيد كان الموسم الماضي. أوكي. اتكلم كان متميز. أوكي. سلطان بالفعل. أوكي. جيد. نعم. شو يقول مايد؟ انا اشوف رامين يجب ان يكون في التشكيله، المعز يجب ان يكون في التشكيله. نعم. ادميلسون يجب ان يكون في التشكيله، و نعطيه بركادو نعطيه موسم كامل يعني نعطيه تقريبا يجب ان يكون في التشكيله. يعني في لعيبه حقيقه ما ما ما, ما علي يعني الحين الاخوان كلهم اختلفوا على الاسماء، وماجد قال تشكيله بروحه تشكيله، فامر طبيعي انه الكل واحد له وجهه نظر وانه يقول والله اللاعب هذا افضل ولا هذا افضل. اكيد الاخوان عندهم ربما عندهم مقاييس اخرى، ولكن احنا نشوف انه في لاعبين يستحقون يمكنون في التشكيله، ولكن ايضا اللي موجودين في التشكيله لاعبين جيدين. محمد من افضل كوم ولا المقصود الموسم الماضي؟ صراحه مو بالموسم الماضي. عبد المقصود افضل. طيب بالمنطق. بس انا اقول لك عبد العزيز حاتم امر طبيعي الاختلاف. يا سالم يعني. يا سالم انت عندك وجهه نظر وانا عندي وجهه نظر، بس احنا نشوف وماجد وناصر وعبد الله كل واحد له وجهه نظر. طيب. ولكن في الاخير التشكيله الموجوده الان اوكي اسماء. شكرا. نحترمها ونقدرها، ولكن في اسماء اخرى تستحق انها تكون موجوده. قلت رايك. شكرا لك. بسعود العنبري. خالد يعني انا اتفق ويا الاخوان ان في لاعبين مو موجودين الصراحه، يعني ممكن تكلم ماجد عن رامين، الاخوان تكلموا عن رامين افضل لاعب يوم انتقل واخذوا دحيل. خالد عندك يعني كريم بضيف عفوا واحمد ياسر، يعني ولا ان يعني الفريق الحقيقه ما اخذ البطوله هذا ما يستحقون يصيرون احسن لاعبين. يعني حتى كريم بضيف السنه انا عندي اعطيه خلال اربع جولات احسن لاعب كريم بضيف، اما العام الماضي ما اعطانا يعني اداء، يعني كان بديل بعد، يعني ما كان لاعب اساسي. يعني في بعض المباريات ما كان موجود. عندك المهدي بن عطيه هو اللي كان موجود كان مدافع يعني تمام بدال احمد ياسر، يعني هذا انا اعتقد انه يعني كان هو موجود. يعني عبد الكريم حسن مع احترامي لعبد الكريم ما قدم ذاك المستوى، يمكن بدر وابو علام انا اتفق افضل اثنين يعني في 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 الدفاع، واكرم موجود. بغداد خالد ما اعطى انا ماني مقتنع، يمكن المعز افضل بالنسبه لي انا، يعني المعز يكون موجود افضل. بنيطو ايضا يا 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 ياسين ياسين اوكي ياسين العام فلته ما شاء الله، يعني هو يا فرانك يعني حتى فرانك مو ذاك المستوى، يعني اعطانا يمكن الجولات الاولى بعدين ما اختفى. يعني في بعض اللاعبين اعطونا اداء جيد الحقيقه اربع خمس ست جولات وبعدين اختفوا. انا يعني في بعض اللاعبين كل خمس لعيبه لا موجودين، اكرم المعز المفروض وعلام بيترو فهد يونس ياسين هذول السته لازم يكونوا. بس انت قلت رامين، اذا رامين موجود معناته بدر مش موجود. ترى لعلمك ترى بغداد بنجاح يا بسعود هداف الدوري العام، انا عارف الدوري الطريق ما اعطاني اداء جيد خالد. انت يعني هداف شو تقول انت؟ اتقي الله في نفسك يا عبد العزيز العنبري، هداف الدوري تقول ما اقنعك هداف الدوري ما يخالف تجيني انا اسجل اهداف من ضربات ترجيح واصير هداف. لا يسمعك حفيدك لا يسمعك. لا بدايب زين. عموما اللي اختاروا الافضل لموسم 2019 2020 هم اللاعبين نفسهم، لا الرابطه يعني اللاعبين. هذا تصويت من اللاعبين اللي شاركوا في الدوري القطري، لاعبين المنتخب راحوا وشاركوا رابطه اللاعبين يعني تفضل. هم اللعيبه اللي شاركوا وهم اللي رشحوا بغض النظر ابو جاسم عندنا، بس هي اختياراتهم يعني نبي الشيء المنطقي يعني. هذا همام تتكلمون عنه هو اللي صوت، شوف ها، وحسن هيدوس مصوت والمعز مصوت. يعني خالد اول شيء طريقه اللعب انا اختارها على التشكيله السايده في قطر،
اكثر الفرق 4-2-3-1 ولا 3-4 فريق السد الوحيد اللي يلعب 4-3-3 في كذا مباراه فقط. فلذلك احط الطريقه السائده في قطر. ايش الطريقه السائده في قطر؟ 4-2-3-1 تقريبا او 3-4-3 اللي يلعبون يمكن اللعيبه هم اللي اختاروها بعد ما اي بس يعني يجب ان يقول لهم احط الطريقه واقول ابنوا على هذه الطريقه خالد يعني الان المعز وهي مثل ليش ما بلعب 4-4-2 بحط المعز وبحط نذير مثل الهداف وثاني الهدافين وببني على التشكيله نعم يعني طيب. يجب ان ايضا تكون طريقه اللعب احط الطريقه واقول حق اللاعبين سموا زين عموما الكورونا ضربت اكثر من لاعب في 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 دورينا من ابرزهم يمكن يعني اكرم عفيف الله يشفي عفيف اصيب بالكوفيد 19 و وعلام اعتقد اخوخي ابو علام اصيب بالكوفيد 19 و حسام كمال اصيب وعلى فكره يعني البعض يقول لك ان شاء الله ما تكون يعني تروح اكثر من هاللعيبه مخلطين معاهم بعض اللعيبه ايضا لاعب الريان محمد جمعه ايضا اصيب بالكوفيد ولاعب نادي مصلال رابح يحيى بعد اصيب بالكورونا فالله يشفيهم هذا على فكره تحت 23 سنه نعم في مجموعه من اللعيبه يعني جاهم الكوفيد الله يشفيهم ويعافيهم ان شاء الله وان شاء الله قريب نشوفهم يرجعون لتدريبات فرقهم ويلعبون ان شاء الله هذا المفروض اللاعبين يعني اكثر حرصا على انفسهم الابتعاد عن كورونا حقيقه بس الله يسلمك عدم الاختلاط والتباعد الاجتماعي الكورونا مثل الدوري قبل كل مباراه ما تدري وين هيك يجب ان ينتبهون اللاعبين صراحه يعني يبتعدون عن التقارب الجسدي مع الاخرين في احتفالات وفي عزاء وفي عرس ومع الجميع يجب ان يركزون مع النادي يعني المشكله هاليومين اذا رحت عرس وانت داخل عليهم يعني بكمالك يعني انك انت مطبق كل معين الاحتراز تنصدم ان الكل يطالعك كانك انسان غريب استغرب داخل عليهم ايوه كل مستغرب لان اللي في عرس ولا في عزة خالد في عرس ولا في عزة والله ما حد فيهم لابس كمام تقول شو السالفه يا الربع لا بس لازم تقوم تشيل كمامك وتحطه بخباك ولا تواجه المجتمع تقول لهم يا جماعه الخير انا الصح ولا انتم غلط واذا واحد يحبك يبي يسلم عليك هاي هي بعد خلاص يعني انا بصراحه اسلم وايد انا اقول الصدق هو غلط بس لازم ان احنا نتبع الاجراءات الصحيحه لازم ليه ما احنا نفتك اذا شلت الكمام تسلم اذا الكمام عليك ما تسلم توكل على الله وعقله وانا اخوك هاي اساس البلاء لا انت قلتها عقلها وتوكل على الله يعني سوي المطلوب وتوكل على الله لا انا توكل على الله اول شيء بقول والله انا توكلت على الله غير مثل الله ايش يصير يا عبد الله هالكلام بس توكل على يعني توكل على الله بدون عقلها لا يجوز هالكلام لازم تكون قدوه للجميع بهالطريقه ما اقول والله بس خلاص اهمل الامور وتوكل على الله قدوه كون قدوه انا ان شاء الله باقتدي مع نفسي على كل اللي يخصوني اما الكل ما اقدر عليهم بيني وبين عبد الله ايش رايك بس يعني خفت كان الحالات عبد الله خفت كان الحالات ها خفت ما في شيء والله خفت الحالات الحمد لله الحمد لله ذاك اليوم قطر يوم دكتور عبد الوهاب هني قلت له انا عندي احساس ان الفيروس خفت قوته قام يضحك علي قال لي شلون الحين خفت الحالات لا انت قلت شيء علمي اذا ليش خالد يعني انت ما خفت عندك تكلمت خالد كانك صيدلاني خفت يعني علمية خفت شو بقول ان شاء الله شلون تكلم شلون كنا صيدلاني ذاك اليوم تكلم كلام واجد قال الفيروس بدا يضعف هاي لي خلاني اوقف الان غير كلام يسوي عليه خالد الله يهداك يا اخي حتى الدكتور تعجب منك تفاجئ من كلام قال تعال هيا بلا علاقة ثانية كلمة علاقة طبية الله يحمينا ان شاء الله يشوفك فينا شر احنا نقول الحمد لله رب العالمين ان عندنا البنيه التحتيه الصحيه ممتازه الحمد لله وهذا الشيء ترى اللهم لك الحمد وايد 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 نفعنا انا اتفق معك امانه بس ما يمنع ابو علي ان احنا ناخذ بالاحترازات وبالاسباب صحيح واقل شيء اليوم الواحد شي يقول لك اقل شيء بس كمام ماسك هذه بس حطه زين بقول لك عاد خلينا نتفاهم انت الحين احنا بنتكلم من البدايه ثبت موضوع في بدايه الازمه ايش قالوا خالد؟ قالوا اغسل يدك صح هذا وتباعد هذا ما حد يتفق عليه
التباعد يختلف ما حد يختلف عليه لا 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 بس بقول لك ما حد يختلف عليه قلت لك هذه ما حد يختلف عليه اوكي خلاص اوكي التباعد ما حد يختلف عليه حلو اوكي ولكن انت تقول لي انت بالهالمحلول هذا اللي اول ايام جايبه لنا زين الحين ممكن اسالك سؤال انت اذا الانسان ما تعرفه تقدر تحكم عليه على طول من انسان تعرف على واحد تقدر تحكم عليه من اول لحظه في 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 ناس اقدر احكم عليهم في ناس لا اسمح لي مش كل واحد تقدر اذا مشيت في طريق تقدر تحكم على الطريق وشو نهايته لا لا هو ما راح يوان تقدر بس يعني تحكم أنا عليه في ايش تحكم عليه ها تحكم عليه في ايش يعني مريض ولا مو مريض ولا يعني لا لا مش مريض يعني يقول عبد الله تحكم عليه على عبد الله عبد الله شخصيته عبد الله لا عبد الله عبد الله معاي ذرة هي كان في الدوره معاي عبد الله عبد الله عبد الله الشيباني المهم معك عبد الله يا عبد الله الشيباني على اساس بس اوصلك فكره خلوا احنا في بدايه الكورونا احنا ما نعرف وش هذا العدو اللي جاينا فما نعرف شلون نتعامل معاه وش الاشياء اللي تباعد بيننا وبينه ونمنع هالشيء عنا زين فقال لك في البدايه اول شيء من اللي قال لك هاي المشكله ستوب ستوب من اللي قال لك منظمه الصحه العالميه لا 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 منظمه الصحه العالميه خالد امريكا خالد خالد بريطانيا خالد اذا انت قريت اليوم وغير قرا اليوم هاي شيء ثاني حلو انا من ذاك الوقت شفت انت كورونا طلع لحظه 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 انت شفت واحد من ربعنا كان عندنا هني في البرنامج زين من كثر ما يحط المحلول والله يا خالد يده ما تشوفه نفس التليفون سود صاير خلصت ايه ليش في البدايه ليش انا بقول لك اليوم احنا انا ما اليوم 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 الكمام في بعضهم يا خالد يركض ويسوي رياضه ولابس الكمام هل هذا شيء صحيح خلاص عاد في ممارسة خطأ انت لا تعلمها ابو محمد هل انت تكلم عن تكلم عن الشيء الخطأ الصحة تبعه عبد الله الشيباني بس بعد اذنك ما اقول كل الاشياء خطأ تكلم جد انت ولا بس لا لا تكلم ان في اشياء خطأ لا تسلكها لا تسمع لكل واحد يا اخي كنا هذه تعليمات كانت موجودة من وزارة يا حبيبي التعليمات اذا كانت خاطئة مش قرآن منزل وش مثل انت إيه؟ الله ليش يعني مثل الكمام كمام شيء الكمام في كل الوقت البسه ليش؟ ما قالوا لك في كل الوقت لا 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 في ناس يلبسونه في كل الأوقات لا في الأماكن المزدحمة لا لا أبو محمد الكمام له وقت معين لا وقت معين ولو تخليه في وجهك يعني أكثر من نص ساعة ساعة راح يأثر عليك مستقبلا وهذا كلام ورجعوا مختبر رجعوا حق الدكاترة رجعوا للدكاترة والبروفيسورية اللي ما يتبعون منظمة الصحة العالمية يأثر عليك لا لا موجودين موجودين وفي ناس داهمهم وفي ناس اغتلوهم وفي ناس وفي ناس يا أبو محمد هو متأثر تعال متأثر من هذا لا 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 مش متأثر انت اللي متأثر يا حبيبي انا ان شاء الله ما تأثر عبد الله ترى هذه كلها فيك لا 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 مش فيك الفيك العود كله هذا اللي قالوا عنه هذا الاسكام وما ادري ايش وسووا له دعايه وسموه كوفيد 19 والحين سووا كوفيد 20 وبكره بيصير 21 بغدي مثل تليفون ايفون 7 و8 و9 و10 يمشي وش ذا الكلام يا اخي يا شكل احنا الله يهديك بس خلصت تفضل شكرا بس انا عندي ملاحظه بسيطه نقطه ترى رايه مثله هو اي بالله يمثلني عجل من يمثل كل ما يقال او كل تصريح يطلع من عندي في المجلس فهو يمثل نفسه ايوه لا يمثل قناه الكاس وليس بالضروره ان يمثل برنامج المجلس وانما يمثل وجهه مو بيمثل نفسه احنا براء منا هي والله العظيم ما تمثلنا بهالكلام عبد الله يا اخي انا تدري ليش انا ادري اصلا انا اشوف انا في ناس الحين من الموجودين يقول لا والله انه يمثلنا بس انت ما راح امثلك انا اقول لك انك غير انا يعني عندك ممارسات خاطئه انت عيل من انت ايوه انا خلي ان شاء الله خاطئ حق نفسي بس ما علي يعني اذا بخطي بخطي على نفسي ما اخطي على غيري إيه ان شاء الله لا تقول حق الناس لا تستخدم لا 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 ما قلت حق الناس انا اقول اللي انا اسويه حق نفسي والناس اللي انا مسؤول عنهم اللي ماني مسؤول عنهم ما لي شغل حتى في تعليمات عن اللي يبي ياخذ ياخذ واللي ما يبي ياخذ انا مستغرب من شغله علينا ان نتقبل الاراء الاراء في المجتمع كذي ترى لا بس اذا الراي بعد شاطح ما عنده سنة وش اللي شاطح يعني انت رايك اللي فاتح مثلا واحنا راينا شاطح خلينا نسمع رايك لحظه يا قال سمعنا راي الله يرضى عليك انا رايي التزم إيه؟ بالتوجيهات إيه؟ الرسميه اللي جايه من وزاره الصحه بس نقطع على انتهى الموضوع نعم لا
ها شو في اشياء انا اشوف اليوم انا لو مثلا وزاره الصحه بتقول لي تعال اضرب اللقاح اضرب اللقاح كيفك هالشيء راجع لك اي ما راح اضرب اللقاح شيء راجع لك هذه خلاص هذا اللي انا اقوله لك هذا يختلف عن إيه خلاص. انا نتكلم فيه انا هذا اللي اقوله لك اليوم اجبرونا على احتراز قلنا اوكي بنحط احتراز اجبرونا على الشيء المعقول لمصلحتك احتراز اي شيء مش معقول ما راح اسوي هو اذا جات الكورونا بغير كلامه اذا جات بغير ماجي عبد الله يعني بقول لك في النهايه لا ترمي يعني لا ترمون انفسكم الى التهلكه بس علم نفسك هذا لك لا 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 هذا الكلام لكم لان في النهايه هذا تهلكه عبد الله هالكلام موجه لك انت لا ترمي لا لا لك انت واذا انت تقول ان انا كلامي شاطح فالكلام هذا لك انت لان ابي اسمع كلامك طيب مقبوله مقبوله اوكي عبد الله الشيباني انا بالنسبه لي رايك انت تتكلم فيه انا اشوفه موجود ترى في امريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي قطر في كل مكان اكيد يرفض في النهايه على فكره هذا الكلام يقولون والله هو اللي يزود الحالات عندنا فاحنا لابد ناخذ بالاسباب في النهايه ما عليه حطوا الكمام وكلام عبد الله يمثل نفسه وقال لكم انا يطبق الكلام على نفسه وانا انصحكم نصيحه انا توني من شوي اعلنت عن اصابه بعض لاعبينا بالكورونا اكرم عفيف خوخي ابو علام حسن كمال محمد جمعه الله يشفيهم ويعافيهم ترى في النهايه وهاي ترى يعني اصاباتهم بالكورونا وما قبلهم هذا واقع احنا قاعد نشوفه ونعيشه وكثير منكم الله يشفيكم ويعافيكم دخل الحجر أو العزل الصحي فانتبهوا لي طرق الحياة في هذه الفترة فقط لأن هذا الحمد لله رب العالمين قاموا يجيبون الحين التطعيم الفاكسين وقاموا يضربون وشفنا اليوم سعادة الشيخ حمد بن سحيم على سبيل المثال واحد من الأسر الرياضية رئيس نادي قطر اليوم خذ التطعيم الرسمي في الكوفيد وإن شاء الله أن الفاكسين أو التطعيم هذا إن شاء الله راح يشملنا كلنا انا يدت العيال كلموها وراحت طعمت وامي ان شاء الله بتروح تطعم الاسبوع الجاي الله يعافيها وهذا الشيء في النهايه من صالحنا من صالح المجتمع يكون المجتمع صاحي واعي سواء كان فيروس كورونا عباره عن اسكام وكحه مثل ما يقول عبد الله او غيره لا تعدي غيرك وحاول انك انت فعلا تمنع نفسك عن من الاصابات والامراض سواء كان فيروس ولا غيره حطوا يبقى الكمام الماسك البسوه متى ما دخلتوا الاماكن المغلقه دائما ابدا الكمام ترى ما راح ياثر عليك شيء ولا راح ينزل من قيمتك ولا راح ينزل من شخصيتك ولا راح يسوي اي شيء وانا انصحكم وانصحنا والله نفسي معاكم ف وان شاء الله يعني في النهايه خلونا نقول فتره راح ترجع حياتنا الطبيعيه باذن الله تعالى لا اكثر ولا اقل بس خالد للتصحيح عبد الله قال التصحيح للايه قال ولا ترموا بايديكم هي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه هو ما قال آية هو ما قال قرآن هو ما قال القرآن الآية هذه لا هو ما قال آية آية بس هو ما لو قلت الآية بقراها كلها أوكي جزاك الله البداية يا عبد الله بنقلب الحين شريعة والحياة أنا متأكد ما أدري عنها يا أخو لا صحح يعني آية هذه الله زين أنا أقول لك أنت يعني إمام معنا إمام معنا لأن أنت بعد شاطح مع أبو جزاكم الله خير جزاكم الله خير في أسامي سمعنا عنها او بدات تطلع يعني في الداول في وسائل التواصل الاجتماعي ان هذه اللعيبه راح ينتقلون من نادي الى نادي وفي عوده حق من مثل ما سمعنا خلفان ابراهيم خلفان
طبعا اللي انتم تشوفونه قدامكم هذا مش الاكيد ومش الرسمي ولا حتى الانتقالات النهائيه. احنا اخذنا الاخبار بين قوسين المتداوله اللي قاعد يتكلمون في الناس والله على قولتك احنا اللي حطينا قدام الناس اللي تقول يعني اللي يقولون بالضبط والعهد على الراوي. بس لاعب نادي الزمالك الجديد اللي جاي نادي الاهلي خلفان ابراهيم خلفان اعلن مشعل عبد الله في حسابه في تويتر قال عودة نجم كبير من بوابة العميد الاهلاوي بالتوفيق له وللعميد. الناس على طول قالوا خلفان ابراهيم خلفان جاء في البال الله يوفقه. هاي تقريبا صحيح الخبر صحيح هذا السؤال خلفان جاهز هاي السؤال يجهز بيجهز يجهز ان شاء الله ان شاء الله نعم. وين الوقت اللي بيجهز فيه باقي شهرين يا الربع نادي الاهلي محتاجين لاعبين صراحه شهرين يجهز كل الانديه محتاجه لعيبه ما يجهز الوقت هذه ومباريات ما تدري يمكن قاعد يتدرب هو جاهز بس ما تدري هذا شيء ثاني لكن بس صار له تقريبا فتره يتمرن معهم ما غير بالشهر والله اذا موجود ويتمرن اتمنى له التوفيق ان شاء الله ولكن انا اشوف ان اي لاعب جديد الحين في الوقت هذا المباريات تباعن ورا بعض وفي ثلاث شهور بينتهي الدوري صعب الله يوفقنا الله يوفقنا ان شاء الله. طيب ويوسف المساكني وين بيروح؟ لحد الحين بس طالع من التحيل خلاص تقريبا خلاص نعم في يناير طالع من التحيل لكن هل ما اوكي انتقاله بيكون محلي ولا خارجي؟ احتمال يكون محلي محلي نعم احتمال. نادي كبير ولا نادي صغير؟ لحد الحين مش واضح الانديه اللي فوق ولا الانديه اللي تحت؟ والله في اكثر من نادي ابدا رغبته والانديه اللي فوق الحين اللي فوقنا من فوقنا اللي فوقنا غرافه والسد كاملين محترفينهم لا انا اكلمك من اللي فوق يعني خامس سادس ولا من القاع؟ لا لا من تقريبا من الخامس السادس الوسط يعني الوسط. ممكن يكون عربي؟ العربي من قبل شهرين تكلموا معه كان بمكانه انه ينتقل في ذاك الفتره بس ما صار ويعتمد على اللاعب ايضا مو فقط اللاعب بعد نعم نعم في رغبه للنادي هو صراحه اضافه لان اعرف انه يوسف اضافه كبيره للنادي عنده رغبه انه يروح العربي ما عنده مشكله يعني اصلح لهم والله نعم العربي مبدئيه نعم يعني سالم ممكن. ما في شيء هو جاهز 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 لاعب مباراه ولا جاهز منضبط والله نتمنى لاعب مثل يوسف لاعب دولي ولاعب كبير انا اتوقع اذا يوسف المساكني راح العربي ترى بيسوي شيء العربي محتاج لمركز يعني والله هو اضافه يا خالد لكل فريق يعني للامانه يوسف مساكني من اللاعبين المميزين الحين مركزه شبه فاضي في العربي يعني بس تعال وحطه على طول اي طبعا وجاهز اللاعب ولاعب تكلم عن كابتن منتخب تونس وكابتن منتخب تونس عنده الخبره الكافيه المباراه الاخيره عنده المسؤوليه الكافيه انا اتوقع بتولعون نار اذاكم والله اي والله تستاهلون اتمنى ان شاء الله زين ومن ضمن اللعيبه فرجاني ساسي من الزمالك المصري الى تحيل سالم تضحك ابتسامتك هذه المعهوده لحد الحين ما في شيء يعني ما في شيء رسمي نعم بس ما تقدر تقول اي ولا تقدر تقول لا طبعا ما اقدر اقول يعني ما كحيت الا في هاللحظه الله يحفظك اللي في بالي ما اقدر اقول اي ولا لا لكن لحد الحين ما في شيء بشكل رسمي ما يظهر علم من تحت حصاه يا ما هو العلوم واجده ونصها مصحيح في علم ممكن انت تنكره الحين صح؟ ها؟ في علم ممكن تنفيه انت من العرض عن فيه؟ اي نعم انا ما اقدر انفي شيء ما عندي ما ادري لا ما كل العلوم اللي طلعت ما تنفي منها شيء؟ لا انا اكد بعضها اي وشي؟ اما النفي لا ياسين لا ياسين ما راح يطلع من الريان موجود في الريان ما ادري ما اقدر اكد ولا انفي لاني ما اعرف سالم عندكم مفاوضات مع ياسين ابراهيم؟ لا 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 اصدر النادي بيان في هالشيء رامين طالع من تحيل لا لحد الحين موجود رايح السليه لحد الحين موجود لا بس في كلام هو موجود بس في يناير بيروح ممكن تحيل ما يحتاج حق مركز ممكن. ابراهيم يعني انا كنت بقول حق سالم عن لاعب نسيت استغفر الله العظيم الكلام عن تحيل تاخذون لاعب من لحد الانديه الاقطريه الفتره الجايه ابو جاسم احنا ولله الحمد علاقتنا مع كل الانديه زينه ما انا عارف موجود ممكن 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 تاخذون البلايلي لا من قطر لا مو برايح تحيل لا لا هاي سؤالي يعني انا هاي تذكرت بس في لاعب من الانديه الاخرى بيجيكم ممكن مواطنين مش محلي لا ممكن بعض لعبتنا نسترجعهم ممكن لعيبه مواطنين بس نعم مواطنين محترفين لا كم لاعب محلي؟ واحد اثنين ممكن ما مش كثير يعني لان اصلا اللعيبه الموجودين عندنا فيهم الخير والبركه لكن بعض اللعيبه ممكن المعز معاكم ولا بيطلع؟ مستمر طبعا مستمر قائد الفريق طبعا قائد الفريق طبعا ما في كلام مونتاري ما استمر لا المعز خالد. في كلام عليه خالد الحين بعض اللاعبين يا خالد يصعب عليهم ان يظهرون من تحيل تدري ليش اكيد ولا خالد المعز يصلح حق الريان والله خالد شوف تحيل بيشارك بطوله كاس العالم اي بطوله الانديه
ففي اللاعب اي لاعب يقول لك انا بتسجل في السي في مالي ان لعبت بطوله العالم للانديه صحيح. فبعض اللاعبين يقول لك ما اطلع الحين ولكن بعد البطوله ممكن اطلع فيما يخص لاعبين الدحيل بعضهم. ايه بس انا اليومين الماضيه كثير اخبار نزلت على الدحيل 90% مش صحيحه. لا لا صح نبي 10% الباقي هذه لو في شيء بيطلع في 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 الموقع الرسمي نبي 10% يا سالم بس الاخبار بعضهم مبالغ فيها يعني صح. في لعيبه اساسيين عندنا مكتوب احنا ممكن نطلعهم لا مستحيل يعني مستحيل. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. والدحيل لو كمل بتفرق معاه يعني الدحيل يلعب محترفين اثنين ربع او خمس مباراة على التوالي لو كمل وخمس محترفين ورجع بسام ورجع ما جبوا ان شاء الله صحيح راح تفرق مع الدحيل واجد يعني صحيح نتفق معك ان شاء الله يرجع الدحيل ان شاء الله. الغرافه عليهم وايد ها الغرافه في غرين لا لا استقرار غرافه همام ممكن بس الحارس ينتقل همام رايح تحيل لا لا الحارس ممكن ينتقل الحارس شو اسمه الحارس هو اصلا عاره جاي صلاح كريم بيرجع الوكرة صلاح اي بيرجع لا مش بيطلع بيرجع بيروح الوكرة وبيروح من الوكرة بيرجع الوكرة ويروح دحيل يعني لا لا بيرجع الوكرة بيرجع الوكرة دحيل إيه؟ هذا اللي يقال لنا مقابل ثلاث لعيبه لا تطالعني يا خالد ما اطالعك ولكن انا ما راح اقول حق الناس انك عطيت الموضوع قبل البرنامج ولكن بيعجب نادي الوكرة ليش لا يا خالد بيفيد نادي الدحيل ونادي الدحيل ما بيقول عبد الله اعطانيها كل اللاعبين بيستفيدون انهم بيلعبون هذا اللي احنا نتمناه ان شاء الله. زين بكره مباريات بتكون الله يسلمكم بكره المباريات الغرافه وام صلال الساعه 4 في استاد عبد الله بن خليفه وفي نفس الملعب قهوتك بارده الوكره والخريطيات الساعه 6:30 وفي نفس التوقيت قطر والسد على استاد سحيم بن حمد في نادي قطر. اذا بكره مباراه الغرافه ومصلال الوكره والخريطيات وقطر والسد توقعاتك سالم؟ والله الغرافه ومصلال الغرافه اقرب الوكره والخريطيات الوكره اقرب قطر والسد السد بعد اصابات كورونا ممكن يتاثر ممكن فانا اروح مع قطر اقرب. عبد الله نروح مع الواقع يقول غرافه والوكره ومصلال الغرافه والوكره والسد. عبد الله جاسم مع الغرافه والوكره والسد. ناصر غرافه الوكره السد. محمد مع ناصر فريق وعلي. اللي على اليسار الغرافة والوكرة والسد. الغرافة والوكرة والسد هم الأقرب. مسعود الغرافة والوكرة وقطر خالد. أوكي. أول هزيمة باشر حق السد. اتفق معي أبو سعود. أوكي. هاي لازم يصير عليها مراهنات. توقعاتك يعني خطيرة يا أبو سعود. لا يعني انت اذا في اصابات انا بعد اكرم ترى اكرم من اللاعبين اللي مؤثرين مؤثر وبعلم يعني مؤثر 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 اكرم بيلعب بدال انام وبعلام بيلعب بدال الكوري ما سوين شيء بيخلون اثنين لعيبه منتخب كوريا الجنوبي بيلعبون اثنين صار لمده بيغيبون اثنين من منتخب قطر اسمعني عبد العزيز بيلعبون اثنين بيغيبون اثنين من منتخب قطر بيدخلون بدال اثنين من منتخب كوريا الجنوبيه لا لا يختلف 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 أكرم يختلف ما يختلف شيء يا أبو سعود أنا أشوف إنه ما يختلف شيء اللاعبين كلهم مميز بس أنا براهنك يا أبو علي زين في آخر خمس مباريات كلهم فايزين على عشا على الخشم خلاص وصل أبو سعود كل واحد لفنياته أكرم لفنياته ونمتايهي لفنياته ترى المباريات اللي لعبها نمتايهيه كبديل أيضا أجاد فيها ولعب بمستوى عالي ترى إيه بس مو مثل أكرم أكيد إيه. طيب نعم تايه لا يقل يعني اوكي اذكركم بس بدعوات لحضور افراح آل بريك تشرف السيد حسين بن محمد بن حسين آل بريك بدعوتكم لحضور حفل زواج ولده سلطان لاعب نادي دحيل وذلك بمشيئة الله تعالى بعد صلاة العصر مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر. شباب رجاء كلكم معزومين على العرس
علي، عبد الله جاسم، طبعا عبد الله الشيباني، ناصر الهتمي، مايد خليفي، طبعا بسعود. عرسنا مبارك ان شاء الله. بالمبارك ان شاء الله يا ان شاء الله. المبارك يرزق الذريه الصالحه. افراح السيد، تشرف اخوي محمد بن يوسف بن عبد الله السيد بدعوتكم لحضور حفل زواج ولده يوسف. يوسف يصير ولد اخو محمد، يعني احمد السيد على فكره، احمد سيد صار عمه، وذلك بمشيئه الله تعالى بعد صلاه العصر مساء يوم الجمعه الموافق 1/1 في حزم جليعه شارع الخفجي. الله يبارك له. بالمبارك يا اخوي محمد بن يوسف، وبالمبارك ليوسف، الله يرزقك الذريه الصالحه ان شاء الله. مبارك. افراح ال ثاني، يسر السي الشيخ عبد الله بن سيف بن احمد بن محمد ال ثاني بدعوتكم لحضور حفل زواج ابن اخيه سيف، الشيخ سيف بن يبر بن سيف بن احمد بن محمد ال ثاني، وذلك بمشيئه الله تعالى بعد صلاه العصر من مساء او من عصر يوم الاربعاء الموافق 30/12 بيكون اي بالقرب من اشارات معيذر. بالمبارك للشيخ سيف بن جبر، ونقول لك الله يرزقك الذريه الصالحه ان شاء الله. بالمبارك. افراح البرميح، يتشرف اخوي خالد بن سعيد بن علي الرميحي بدعوتكم لحضور حفل زواج ولده جبر، وذلك بمشيئه الله تعالى بعد صلاه العصر من مساء يوم الاربعاء الموافق 30/12 في مجلسهم الكامل منطقة حزم المرخية. مبروك لأخوي خالد بن سعيد، مبروك لك يا جبر، الله يرزقك الذرية الصالحة. مبروكين والمبارك، والله يديم أفراحكم يا رب يا أهل قطر. أفراح البرميح، يتشرف أخوي السيد عبد الله بن إبراهيم بودناس الرميحي، بودناش آسف بودناش الرميح، يتشرف السيد عبد الله بن إبراهيم بودناش الرميحي بدعوتكم لحضور حفل زواج ولده راشد، وذلك بمشيئة الله تعالى بعد صلاة العصر من مساء يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر في منطقة حزم المرخية بجانب مسجد المرحوم ناصر بن راشد المسند. للعلم يعني بكرة، يعني بكرة إيه، وإحنا إن شاء الله راح نكون وياكم بكرة الساعة 9:30 إن شاء الله بتوقيت الدوحة. نشوفكم على خير ومع السلامة.